بسم الله الرحمن الرحيم. تفتتح الجلسة الأسماء المعتذرين، أسماء الحاضرين. أحمد حاجي لاري حاضر، أحمد حمود الصباح حاضر، أحمد خالد الصباح حاضر، أحمد عبد اللطيف رجيب حاضر، الدكتور أحمد مطيع العازمي حاضر، أسامة أحمد مناور حاضر، أسامة عيسى الشاهين غير موجود، الصيفي مبارك الصيفي غير موجود، أنس خالد الصالح حاضر، بدر زايد الداهوم غير موجود، جمال أحمد شهاب حاضر، دكتور جمعان ظاهر الحربش حاضر، حسين علي القلاف حاضر، دكتور حمد محمد المطر حاضر، خالد سلطان بن عيسى حاضر، دكتور خالد شخير المطيري حاضر، خالد مشعان طاحوس غير موجود، رياض أحمد العدساني حاضر، سالم ثيب لدينا حاضر، سعد علي الرشيدي غير موجود، شايع عبد الرحمن الشايع حاضر، شعيب شباب المويزري حاضر، صالح أحمد عاشور غير موجود، صباح خالد الصباح حاضر، دكتور عادل جاسم الدمخي غير موجود، دكتور عبد الحميد عباس دشتي حاضر، عبد الرحمن فهد العنجري غير موجود، عبد العزيز عبد اللطيف إبراهيم حاضر، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري غير موجود، عبد الله حشر البرغش غير موجود، دكتور عبد الله محمد الطريجي حاضر، دكتور عبيد محمد المطيري حاضر، عدنان إبراهيم المطوع حاضر، عدنان سيد عبد الصمد حاضر، علي سالم الدغباسي حاضر، دكتور علي سعد العبيدي حاضر، دكتور علي صالح العمير حاضر، علي فهد الراشد حاضر، عمار محمد العجمي حاضر، دكتور فاضل صفر علي حاضر، فلاح مطلق الصواق حاضر، فيصل سعود دويسان حاضر، فيصل صالح لحية حاضر، مبارك محمد الوعلان حاضر، محمد جاسم الصقر غير موجود، دكتور محمد حسن الكندري حاضر، محمد حسين الدلال غير موجود، محمد خليفة الخليفة حاضر، محمد سالم جويهل غير موجود، دكتور محمد سليمان الهطلاني حاضر، محمد عبد الله الصباح حاضر، محمد هايف المطيري حاضر، مرزوق علي الغانم حاضر، مسلم محمد البراك غير موجود، مصطفى جاسم الشمالي غير موجود، مناور ذياب العازمي حاضر، نايف عبد العزيز العجمي حاضر، دكتور نايف فلاح الحجرف حاضر، نبيل نوري الفضل حاضر، هاني عبد العزيز حسين حاضر، دكتور وليد مساعد طبطبائي حاضر، بدر زايد الداهوم حاضر، سعد علي الرشيدي حاضر، صالح أحمد عاشور حاضر، أحمد عبد العزيز السعدون حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الخميس الموافق 1/3/2012، سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، سالم نملان العازمي، دكتور فيصل علي المسلم. وفقا لقرار المجلس يوم أمس بداية الجلسة هذا اليوم راح نبدأ في مناقشة الأوضاع في سوريا، بس أستأذنكم قبل البداية في مجموعة من الحالات الواردة في الجدول اللي وافق المجلس على حالتها اللجان، وكذلك حالة تقارير الشكاوي اللي وافقت عليها إلى الحكومة وإثباتها المضبطة. تفضل أخي. في أمس تقدمنا أيضا من ضمن المقترحات اللجان لجنة تحقيق في عقد شل، لكن رفعت الجلسة قبل لا يوصل الدور، فإذا أمكن نبدأ فيه استكمالا لباقي اللجان حتى ندخل في الأخ عيل الأمير. دكتور الأمير. شكرا أخ رئيس، أبدا بس كنت اللي أريد أن أبدي مع أبدال أخ علي الراشد. شكرا. شكرا لأخ دكتور الأمير. أخ دكتور الحميد دشتي. سعادة الرئيس، نقطة نظام على المادة 182، اليوم واحدة من الصحف جاية بهذا العنوان: جلسة مشحونة وقبلها حدث تهدد بتحويل المجلس إلى حلبة مصارعة. أي كلام يرد في الصحف يرد عليه وفق اللائحة. لا أتمنى أن أسمع. ما يناقش المجلس رجال، ما يناقش المجلس. سعادة الرئيس، كلام الصحف لا يناقش المجلس. أمس أرجوك يعني. أمس سمعنا أرجوك هذا التهديد. أرجوك دكتور. نتمنى نسمع لنفي من الأخوة في حدث. أرجوك. إذن في البداية يوافق المجلس على الحالات الواردة في الجدول
في اقتراح بعدين موافقه اذا في اقتراح اللي تقدم امس اذا مجلس ما عنده مانع نبدا فيه يعرض عليكم التشكيل الجثه او استمرار التحقيق الخاصه بشيل. السيد رئيس مجلس الامه المحترم تحيه طيبه وبعد يرجى الموافقه على تشكيل لجنه تحقيق مؤقته لاستكمال اعمال اللجنه السابقه بفحص عقد شيل المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شيل العالمية والبالغة قيمتها 800 مليون دولار على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب. مقدم الطلب دكتور علي العمير، علي الراشد، محمد دلال، دكتور عبد الله الطريجي، نايف عبد العزيز العجمي و فقط. الأخ دكتور علي العمير. شكرا لأخ الرئيس. الأخ الرئيس، هذه اللجنة كانت قائمة في المجلس الماضي ويعني قامت بجهود مضنية الحقيقة واجتماعات متتالية، وبنت اللجنة أعمالها بناء على تكليف المجلس الماضي وعلى ما ورد في ديوان المحاسبة مرتين يسجلها كملاحظة حول العقد المباشر بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. فهذه الجهود اللي مضت في المجلس الماضي حرام تروح على الأقل سودة، يعني بمعنى أن نستأنف ونستكمل تحقيقنا ونقدم تقريرنا الى المجلس. وشكرا. شكرا لك دكتور عزمير. الاخ وزير نائب رئيس وزراء وزير الخارجيه وزير الدوله ومجلس الوزراء. شكرا معالي الرئيس، نتفق على اهميه هذا الموضوع وتعاون الحكومه التام في بحث تفاصيل هذا الموضوع، كون ان الحكومه جديده ونحتاج الى اطلاع على كل ما يتعلق بهذا الامر. نطلب المادة 148 من اللائحة تأجيل مدة 2 أسبوع. شكرا معالي الرئيس. نؤجل إلى جلسة يوم 13 مع بقية الموضوعات. موافق. نؤجل. بند التالي. بند التالي. البند التالي مناقشة المستجدات على الساحة السورية. طلب الحي الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة مجلس الوزراء أن يلقي بيان. تفضل أخ نائب رئيس الوزراء. شكرا معالي الرئيس، أود في البداية أن أشكر معاليكم والأخوة أعضاء مجلس الأمة على تخصيص هذا الوقت لبحث المستجدات. إذا سمح لي الأخ نائب رئيس الوزراء أن أرجع بس أنبه إلى أمر، ما في ألقاب وبالتالي ما في معالي الرئيس، ما في سعادة الرئيس، في الأخ الرئيس، السيد الرئيس، بس ما في ألقاب عندنا في المجلس. معالي الرئيس أنا شاكر لمعاليكم. لا ما في أنا أوجه لك خطابي في الرسائل وفي كل المناسبات بمعالي الرئيس، وأمشي في المجلس وفي الخطابات وفي كل الأمور حتى يكون خطاب موحد، فأذن لي معالي الرئيس أني أنا ماشي على هذا النظام. إذا في قرار نلتزم أول ما نلتزم بهذا القرار. ترى هذا مو قرار، هذا اصلا قانون. القانون ينص على انه ما في القاب قيد سمو الامير سمو رئيس سمو ولي العهد. بعد ذلك في قرار مجلس الوزراء صادر من زمان، يعني ما في القاب، وبالتالي انا اذا كان هذا قرار فاول ان يخاطب الرئيس اخ الرئيس سيد الرئيس، لكن مو معالي اول أصلاً. من يلتزم بالقرار الحكومه الاخ الرئيس. أود الأخ الرئيس أن أشكر المجلس على تخصيص وقت مهم من جلسة اليوم لبحث المستجدات على الساحة السورية، وفي حقيقة الأمر يعني هناك انشغال دائم واهتمام بمتابعة هذا الموضوع على كل مستوى، وأستأذن الأخ الرئيس من خلالكم المجلس بأن أستعرض ما تم في هذا الموضوع من خلال السنة الماضية.
الأخ الرئيس، بعد مرور ما يقارب عام على بدء الأحداث المؤسفة في سوريا واستمرار نزيف الدم بسبب تواصل المعالجة الأمنية وعدم الاستجابة للمطالب الدولية والإقليمية وما صدر من جامعة الدول العربية من قرارات لاحتواء الأحداث في سوريا منعا للتدخل الخارجي وتجنبا لعدم انزلاق سوريا في حرب أهلية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، سعت دولة الكويت منذ البداية بالتعبير عن الموقف الداعي لاحتواء الأزمة من خلال الخطوات التالية. بعد أسبوعين من اندلاع الأحداث أجرى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بتاريخ 27/3/2011 للوقوف على الأوضاع في سوريا، حيث أكد سموه حفظه الله على ضرورة تجاوز سوريا هذه المرحلة الحرجة بما يكفل أمنها واستقرارها ويلبي مطالب شعبها الشقيق. تابعت وزارة الخارجية مجريات الأحداث وانعكاساتها أمنيا على حياة المواطنين الكويتيين المتواجدين في سوريا، حيث قامت السفارة في بداية الأمر بنصح المواطنين على تجنب المناطق الساخنة، ومن ثم التوجيه بمقادرة الأراضي السورية، وصولا إلى صدور بيان من وزارة الخارجية يدعو لعدم السفر لسوريا نتيجة الأوضاع هناك. ثلاثة، طبقت وزارة الخارجية إجراءات احترازية لمواجهة تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها على المواطنين المتواجدين هناك، ومن ثم الإعلان عن قرفة عمليات في السفارة والتواصل مع الكويتيين منذ دخولهم الأراضي السورية، ومن ثم إرسال عدد من السيارات الدبلوماسية لإخراج المواطنين من المناطق التي تشهد أعمال عنف. أربعة، كانت دولة الكويت سباقة في كسر حاجز الصمت العربي فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا من خلال بيان مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2011 الذي عربت فيه عن ألامها البالغ لاستمرار نزيف الدم في صفوف أبناء الشعب السوري، ودعت إلى الحوار والحل السياسي بما يمكن من الشروع بتنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري بعيدا عن المعالجات الأمنية. خمسة، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم حفظه الله على أن الكويت قد قررت استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور يوم 8/8/2011 مؤكدا بأن الكويت لا تقبل استمرار سفك الدماء البريئة في سوريا. ستة، استدعت دول مجلس التعاون سفرائها من سوريا. سبعة، شاركت دولة الكويت في كافة الفعاليات الخليجية والعربية الإقليمية والدولية والتي عقدت لمناقشة الوضع في سوريا، ودعمت الموقف العربي من خلال ما صدر من قرارات بهذا الشأن. فقد جاء الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية الدول العربية بتاريخ 27/8/2011 ليخصص وقتا لمناقشة الأوضاع في سوريا، وأصدر بيانا لمطالبة السلطات السورية وقف العنف والموافقة على استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة خطة العمل. ثمانية، في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية الدول العربية بتاريخ 13/9/2011 صدر بيانا لمطالبة السلطات السورية في وقف العنف ومعارضة إرسال أي لجنة من الأمانة العامة لسوريا طالما استمرت آلة العنف. تسعة، في الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية بتاريخ 16/10/2011 تم تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة دولة قطر وعضوية وزراء خارجية الجزائر، السودان، مصر، سلطنة عمان، الأمين العام للجامعة العربية. مهمتها
الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والقتل ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة وأطراف المعارضة السورية وتنفيذ الإصلاحات السياسية والدعوة لعقد مؤتمر وطني شاملا خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار. عاشرا، قامت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الملف السوري بزيارة دمشق بتاريخ 26/10/2011 لتقديم خطة العمل التي تنص على وقف كل كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية الدولية بالتنقل بكل حرية. 11 في 16 نوفمبر 2011، تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة وبصفة رسمية بسبب عدم التزام القيادة السورية ببنود المبادرة العربية الصادرة عن مجلس الجامعة والخاصة بسحب الجيش وآلياته من المدن السورية ووقف العنف، كما صدر قرارا بشأن بروتوكول إرسال مراقبين لسوريا للوقوف على تطبيق الحكومة السورية لبنود الخطة العربية. 12 في 27/11/2011، تم الاتفاق في جامعة الدول العربية على تطبيق عقوبات اقتصادية بسبب عدم تعاون سوريا والتي منها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية، تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية. 13، شاركت دولة الكويت في مؤتمر وزراء خارجية الدول منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 30/11/2011، حيث جاء البيان الصادر من المؤتمر بمطالبة السلطات السورية بوقف القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تفادي خطر تدويل الأزمة، وعبر وزراء الخارجية عن تأييدهم للقرارات العربية الصادرة بهذا الشأن مؤكدين على الالتزام بسيادة ووحدة سوريا. 14، عقد في 2/12/2011 جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول حقوق الإنسان في سوريا، وكانت دولة الكويت أول دولة عربية توقع على عقد تلك الجلسة. احنا مهتمين في النواحي الإنسانية ومعاناتهم، حيث تقدمت أكثر من 68 دولة بمشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومن بينها دولة الكويت التي أضافت فقرتين عاملة ضمن مشروع القرار، وهي الأولى التوصية بدعم الجهود والتدابير التي اتخذتها جامعة الدول العربية ودعوة السلطات السورية لتنفيذ خطة عمل الجامعة العربية بحذافيرها دون تأخير، وحث سوريا على التوقيع على بروتوكول جامعة الدول العربية. التوصية اللي اقترحناها الثانية، حث السلطات السورية على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة المواطنين الأجانب في سوريا خاصة الموظفين الدبلوماسيين وأن تحمي ممتلكاتهم الخاصة. 15، شاركت دولة الكويت في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لمتابعة تطورات الوضع في سوريا حسب قرار جامعة الدول العربية الذي اتخذ في مؤتمر الرباط، ثم تم سحب دول مجلس التعاون لفريق المراقبين نتيجة لما تعرضوا له من اعتداء. 16، في 22 يناير 2012، عقد اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول العربية حيث اتفقوا على الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطلب تفويض الرئيس لنائبه لتولي الصلاحيات الكاملة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 17، في تاريخ 4/2/2012، تم اقتحام مبنى السفارة السورية في دولة الكويت من قبل مجموعة من السوريين مع بعض المواطنين، الأمر الذي دعا وزارة الخارجية الكويتية لإصدار بيانا ترفض وتدين مثل هذه الأعمال على أرض الكويت التي
هذه الأعمال تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المتعلقة في حماية البعثات الدبلوماسية ومسؤولية الدولة المستضيفة. 18 بتاريخ 11 فبراير 2012 تم استدعاء السفير السوري لدى دولة الكويت لوزارة الخارجية، حيث طلب منه مغادرة الكويت التزاما في قرار دول مجلس التعاون الخليجي بسحب جميع سفرائها لدى سوريا والطلب من جميع سفراء سوريا بالمغادرة. 19/22/2012 اعتمد مجلس الجامعة العربية في قراره وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي سوريا في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، وإنهاء مهمة بعثة جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار، والطلب من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار يتضمن المبادرة العربية، والدعوة إلى تنظيم حملات تبرع شعبية ووضع آليات عربية دولية لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية، وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية ودعوتها لتوحيد صفوفها. 20 استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو على قرار مجلس الأمن الذي يدين النظام في سوريا، وفي 16/2/12 صوتت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع حد للعنف تجاه المدنيين في سوريا. 21/24/2012 شاركت دولة الكويت في المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد بالعاصمة التونسية، حيث أكدت دولة الكويت في مداخلتها في المؤتمر على التزامها بواجباتها تجاه المجتمع الدولي بما يحقق السلم والأمن الدوليين، والمساهمة في كل ما من شأنه إنهاء حالة العنف وحماية الشعب السوري، وأن دولة الكويت ترى في خطة العمل العربية والقرارات الصادرة تباعا من الجامعة العربية الخيار الأوحد الذي يمكن أن يحقق مطالب الشعب السوري. كما رحبت الكويت في مداخلتها بتعيين سيد كوفي عنان مبعوث خاص مشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية لمعرفتنا التامة بسيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة السابق وخبرته وتجربته الطويلة في العمل الدولي. 22 اعتبارا من مطلع مارس المقبل، يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله، سوف تترأس دولة الكويت اجتماعات الدورة المقبلة لاجتماعات الجامعة العربية. الرئاسة حاليا عند قطر، إن شاء الله سوف تستلم الكويت الرئاسة في 7 مارس في الجامعة العربية. كما ستشارك دولة الكويت في اجتماعات اليونسكو خلال شهر مارس، أيضا في بداية شهر مارس، واللي راح يتركز فيها البحث في اليونسكو على شأن التعليم والطفل السوري والمدرس والمدرسة ووسائل الإعلام. هذه يعني مظلة العمل وولاية اليونسكو في بحث مثل هذه الأمور. 23 من المقرر أن يعقد اجتماعا خليجيا روسيا في 7 مارس بين أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية روسيا في الرياض للتباحث حول الشأن في سوريا في جلسة وزارية غير عادية للتعبير عن خيبة الأمل من الموقف الروسي في مجلس الأمن والتأكيد على الموقف الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا على أساس المبادرة العربية وفي إطار الجامعة العربية. كما ستدعو دول مجلس التعاون الجانب الروسي لاتخاذ موقف أكثر واقعية يتجاوب مع تطلعات الشعب السوري. 24 بادرت دولة الكويت وتنفيذا لقرارات جامعة الدول العربية في البدء بحملات للتبرعات للأشقاء الشعب السوري اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان، وقد بدأت فعلا هذه الحملات بدعوة من الحكومة الكويتية من خلال الهلال الأحمر والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهذا تنفيذ لقرار مجلس الجامعة العربية وقرار
أصدقاء تونس، أصدقاء سوريا لعقد في تونس مؤخرا. وستسعى دولة الكويت للتبرع من خلال الهيئات الدولية لنصرة الأخوة السوريين اللاجئين في الدول الإسلامية والعربية. الأخ الرئيس، هذا الموضوع يعني محل اهتمام ومتابعة من قبل دولة الكويت، وكما ذكرت في مداخلتي في مشاركتها الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. المرتكز الأساس اللي ننطلق منه هو خطة العمل العربية اللي بنودها واضحة وتجنب سوريا التدخل الأجنبي والانزلاق في حرب أهلية، ويحافظ على دور سوريا في المنطقة وأهميتها. ونحن سعداء بالاستماع إلى مداخلة الإخوان وملاحظاتهم حتى يعني نستفيد من كل ما يطرح حول هذا الموضوع. وفي الختام شكرا للأخ الرئيس. شكرا للأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدولة شؤون المسؤولة، وأرجو أن نسلم نسخة من البيان حتى يمكن يصور يوزع الأخوة الأعضاء. الأخ تفضل. أخ نظام تفضل. عبد الحميد. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، نقطة نظام على المادة 88، نتمنى أن يرتقي نقاشنا وفقا للائحة والتزاما فيها، وأيضا الإخوان في مجلس حقوق الإنسان الأفاضل الموجودين الزملاء يعرفون أن هناك في قواعد تنظم لما نجي نتكلم في السياسات أو في شخصيات رؤساء أو غيرها. شكرا دكتور حبيب. أخ أسامة ناور، أرجو أن نحدد وقت، هل يرى المجلس بأنه حدثات دقائق متحدث؟ قولوا لنا الوقت، قولوا. أنا قاعد أسألكم عن الوقت. أنا أريد خمس دقائق. موافق على خمس دقائق؟ خمس دقائق. تفضل أخ أسامة ناور. الموافق على خمس دقائق رجاء يرفع يده. الموافق على خمس دقائق. الحضور 50، الموافق 25، الاقتراح لم يوافق عليه. 3 دقائق. الموافق على 3 دقائق رجاء يرفع يده. الحضور 50، الموافق 34، موافق على 3 دقائق. الأخ إسلام ناور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الرئيس، الأخوة أعضاء الأمة، أعضاء الأمة الكويتية، اليوم نتكلم عن سوريا، الشام، عاصمة الخلافة في زمن الفتوحات. ولغ بها سفاح منذ 40 سنة، عاث في الأرض فسادا ودمر البلاد وشرد العباد وقتل ما قتل في جريمة واحدة من جرائمه، قتل 23,000 في حماه. هذا النظام لم يكتفي، بل بعد زواله وهو بين يدي رب العالمين ورث الحكم كعزبة لمجرم صغير. قام هذا المجرم على سنة أبيه من القمع والقتل والتشريد والاستئثار في ثروات سوريا. لم يرفع الله سبحانه وتعالى في على مر التاريخ لواء الإسلام إلا وكانت سوريا ومصر في العلياء، ولم تنكسر ألوية الإسلام إلا بضعف هاتين الدولتين تحديدا. سبب ضعف سوريا أن هذا النظام كان يستأثر باستعباد بالثروات
وباستعباد العباد. اليوم الشعب العظيم ينتفض لكرامته، الشعب يبأى أن يكون مستعبدا ثم يواجه بمثل هذه الآلات، بآلات القتل والقمع والتنكيل، مناظر تشيب لها الولدان، والله يخجل الرجل أن يقول أنا رجل دون أن يفعل شيء أمام أخوته الذين يقتلون وتنتهك أعراضهم. اليوم احنا نألم لما يألم له الشعب السوري. منذ نشأة الكويت من فضل الله سبحانه وتعالى كنا دائما نشعر ونعاني لمعاناة الشعوب العربية. أشوف الوقت يعني بدأ ينفذ. أنا أقول أن السيد وزير الخارجية كان يستعرض إجراءات التي اتخذتها الحكومة، ونحن نقول نفخر في هذه الإجراءات. فكما كنا نقول الكويت دائما سباقة، إلا أننا نطالب إعلان دعم المعارضة السورية كما فعلت بالتسليح، كما فعلت قطر وفعلت السعودية. وهناك آلاف الآلاف من أخواننا السوريين المشردين على حدود سوريا في كل جانب، نطالب حكومة الكويت أن تتدخل لإسعافهم بالمال وبالدواء وبإعطائهم ما يلزم وما يحتاجون حتى يزيل الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية عن الشام. ثم نقول الحكومة مثل ما طالبت الحكومة السورية بإطلاق المعتقلين السوريين في الشام، نقول لهم الله يرحم والديكم اطلقوا السوريين المحبوسين في الكويت. كانت الظروف وكان هناك بعض الاستثناءات. شكرا لك، شكرا لك سام ناور، لك عبد اللطيف الأميري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في هذا العجالة أخي الرئيس، طبعا يعني أنا أستغرب أن هذا النظام السوري، نحن نعتقد أن اكتشفناه الحين بس لما صارت الثورة وقمع وقتل وتشريد، ويعني فعل من الجرائم يعني ما يندى له الجبين. هذا النظام طول أنا قناعتي فيه طول عمره نظام مجرم، نظام يقتل شعبه بس بصمت، ولكن الآن فقط يعني انكشف عقب ما صارت أحداث الثورة السورية. ولكن للأسف هذه الثورة كشفت أخ الرئيس الزيف العالمي والميكافيلية العالمية في التعامل. سوريا لأن ما فيها بترول ولا فيها نفط، وكذلك كشفت الادعاء الباطل بأن النظام السوري هو نظام يقف ضد إسرائيل وضد الصهيونية، والآن تبين أن هذا النظام مدعوم دعم كبير ومبطن من إسرائيل ومن أمريكا. وأكبر دليل هذا يعني الفظاع اللي قاعد ترتكب الآن، ولا كأن في شيء، والأمريكان فقط يضحكون علينا بأنهم يقولون يعني أن احنا ضد هذه الجرائم، ولكن هناك اتفاق مع روسيا ومع الصين باستخدام حق النقض الفيتو لوقف أي قرار ضد سوريا، ولو شاءوا لا استطاعوا أن يعني يجيرون القرارات كما يريدون. ولكن سبحان الله، أراد الله عز وجل أن يكشف هذه الأكاذيب التي يعني يدعيها النظام العالمي في ليبيا. خلال أسابيع استصدروا قرار في التدخل وفي الضربات الجوية العسكرية، حتى أبادوا ذاك الهالك القذافي، ولكن هذا المجرم يفعل الأفاعيل في شعب أعزل وفي أطفال، ويهتك الأعراض ويفعل كل أنواع الجرائم التي لم تشهدها البشرية. مجرم رسمي للأسف، ولكن العالم يتفرج ويستنكر ويشجب فقط. باقي لي دقيقة الأخ الرئيس. أنا أتمنى أشكر أول شيء موقف الحكومة الكويتية، كذلك أتمنى أن يرفع أو يرفع الوقف عن جميع الأخوة الخطباء الذين أوقفوا عندما دعوا على هذا الظالم. إذا ما ندعي على ظالم ندعو على من؟ كذلك أيضا ونطلب أيضا بحفظ القضية التي رفعت على أخونا محمد هايف، لما طلب فتوى ما كفر، سأل سؤال يقولوا لا ما يجوز، قاموا ومسكوه وحبسوه وهو نائب يتمتع بالحصانة. كذلك أيضا نطلب إذا كان هناك أي معتقلين من إخواننا السوريين، وإن كان أخطأوا، لكن بعد الآن سحب السفراء وبعد هذا الموقف القوي من الحكومة، أيضا نطلب بالتعامل معهم وعدم تسليمهم إلى هذا الجزار. شكرا لك، شكرا لك عبد اللطيف. أخي دكتور الحميد دشتي. الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، لأنه زمن الفتنة. أستشهد بما قال إمامي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كن في الفتنة يا بني كابن اللبون
لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب. ماني جاي انا ل 1400 سنه وعهد الخلافه. اليوم سوريا وطن عربي عزيز، واشقائنا السوريين دماءهم تسفك. احنا ككويتيين يقع علينا واجب، كنا نتمنى هذا الموضوع يعطى حقه، مو ثلاث دقائق سلق كذي واحنا طايرين الان. قلنا في اللجنه الخارجيه اجتماع عام يدعى للكل، لكن للاسف حتى الحكومه ما احتفظت بحقها الدستوري حتى انها تناقش هذا الموضوع بسريه للاسف. كيفها؟ هذا امر يرجع لها. بالاخير من وافق على الاعتراف بالمجلس الوطني؟ فقط دولتين ثورجيه، فقط تونس وليبيا. كل اللي قاله السيد الوزير رائع، بس ما قلنا الصين ليش وقفت هالموقف، خبول الروس ليش وقفوا هالموقف، ينون دول عظمى استخدمت حقها الفيتو. بالتالي احنا مرينا بتجربة قاسية ومريرة في الثمانينات. الاخوة الزملاء الافاضل الابطال اللي قاعد اكرر واجسد موقفهم اليوم، لما تصدوا للطاغية صدام المقبور انذاك اتهمهم الأغلبية والشارع. يتذكر السيد الرئيس هذا الموقف، والله يغفر له والد هذا الرجل الأخ محمد الصقر كان في وقته في المجلس، والأخ عدنان عبد الصمد كان موجود. ثم بعد أن دفعنا الثمن الآن نستذكر موقفهم. لا تتذكرون موقف عبد الحميد دشتي المدافع والغيور على وطنه على الكويت؟ شوفوا شي يقول الألمان، شي يقولون. شوفوا الدابي، الدابي هذا اذا عندكم وقت شغلوا الشريط. الدابي رئيس البعثة اللي اشار لها السيد معالي وزير الخارجية، شوفوا تقريره يقول البعثة ارصدت في قطاعي حمص ودرعا اعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب عليه سقوط قتله. في حكي وايد، في سيديات وايد، في تضليل اعلامي. لو احنا كمسؤولين كويتيين الشعب تمنى، يجب أن نحرص ونحفظ أمانتنا وقسمنا اللي أقسمنا عليه، لا نندفع ونكون إحنا ثالث دولة. لهذا نطالب الحكومة برد التوصية وتأجيل موضوع الاعتراف في المجلس الوطني. خلنا نصير آخر الناس، مثل ما قلنا إحنا في يوم من الأيام آخر دولة من يطبع مع العدو الصهيوني، يجب أن نكون. شكرا لأخ دكتور عبد الحميد دشتي، شكرا لأخ خالد غباسي، شكرا لأخ عبد الحميد، أخ خالد غباسي، لا خالد غباسي رجاءً أرجوك، رجاءً أرجوك، أرجوك خالد غباسي، لا خالد غباسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخ وزير الخارجية، فشلت كل المحاولات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية في إنهاء الجرائم اللي تحصل في سوريا. نعم فشلت. الآن أما نكون مع الشعب السوري أما نكون مع النظام السوري. ما في شعب في العالم عانى مثل ما عانينا ونعرف الظلم والقهر. لذلك يجب أن تكون إجراءاتنا سريعة وحاسمة. يجب بموجب من الكويت رئيسة المنظمة حقوق الإنسان أو عضويتها حاليا في الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات فاعلة، وأن تدفع بالجهود الدولية لمحاسبة القتلة، قتلة الأطفال واللي تعدوا على كل المواثيق والديانات والأعراف وقتلوا الأطفال بوحشية وبدم بارد. يجب الدفع باتجاه توحيد الإجراءات وتفعيل دور الكويت في المؤتمرات العربية القادمة واتخاذ إجراءات. نريد أن نعترف بالمجلس الوطني المعارض، نريد أن ندعم الشعب السوري وأن نوصل المساعدات الإنسانية. نريد أن نعرف بأن روسيا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان أعاقتا الجهود الدولية. في المقابل 165 دولة في العالم تدمع أو تدفع الشعب السوري وتدافع عن حقوقه. بالتبعية أنا أعتقد هاتان الدولتان بحثت عن مصالحهما، وهذا أمر مكشوف والعالم كله يعرفه. نحن أين توجهنا؟ يجب الأخ وزير الخارجية، المؤتمرات في شهر مارس حافلة وستنتهي بإجراءات. نرجو أن يكون موقف الكويت في طليعة مواقف الدول اللي تدفع عن الأبرياء وتدافع عن الإنسانية وعن حقوق الإنسان وعن الحريات وحق الشعب السوري في محاسبة كل من تعدى على أمواله
وأعراضه. نريد أن يكون لنا موقف بمستوى وقف الشعب الكويتي اللي كان دائما في طليعة الشعوب الباحثة عن حرية. أنا أعتقد لك الرئيس أن الحديث عن الجرائم اللي ارتكبها النظام السوري هو حديث لا قيمة له في ظل الجرائم الوحشية اللي نراها في كل وسائل الإعلام وفي تويترز وفي غيره. نحن لسنا بصدد الحديث عن جرائم النظام، نحن بصدد الحديث عن إجراءات، ونود أن تكون حكومتنا فاعلة في هذا الإطار، وأن تستكمل وقف التعامل مع النظام السوري بقطع خطوط الطيران والتعاملات التجارية بشكل واضح وسافر وفي مقدمة، وأن يكون هناك تعاون وتضامن عربي في هذا الإطار، خاصة وأن الكويت سترأس مجلس الجامعة العربية في شهر مارس المقبل، ومن ثم هناك إجراءات يجب أن تكون الكويت أو حكومة الكويت معبرة عما نطمح إليه في مجلس الأمة اللي يعبر عن ضمير الشعب الكويتي الرافض لكل الجرائم التي ترتكب في سوريا وفي غير. شكرا الله خير. باشر أخ صالح عاشور. شكرا أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخ الرئيس، لا شك هناك لعبة دولية كبيرة في إعادة رسم المنطقة، والشرق الأوسط الجديد بدأ من تغيير تونس ومصر وليبيا والدول العربية الأخرى، وسوف ترسم خريطة جديدة للعالم العربي والإسلامي برغبة أمريكية وغربية، هذا الشيء ما في خلاف عليه، ويجب أعتقد نكون حذرين في الدخول في اللعبة الدولية. خلال ساعات صدام حسين احتل الكويت، وخلال أيام أكبر نظام عربي حسني مبارك هو الحين في السجن وأمام محاكمة بن شعبة. اليوم العالم يتكلم عن حق الحيوان وحق النبات. للأسف الدول العربية والإسلامية بعد 1400 سنة الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول كرمنا بني آدم نتكلم عن حق الإنسان في التعبير عن رأي وأن يعيش عيش الكريم. الدول العربية للأسف بدون استثناء كلها بعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ الحقة. أين الحرية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الديمقراطية في دولة عربية واحدة؟ أعطوني، ما في فرق بين دولة وأخرى. كلنا احنا بعيدين عن قيم الإسلام، كلنا بعيدين عن قيم الحرية والديمقراطية، كلنا بعيدين عن احترام الإنسان وآدمية الإنسان. العامل المشترك في الدول العربية هي الظلم والبطش والقتل والتعذيب وإهانة الإنسان العربي وكرامة الإنسان العربي. وينكو إنسان عربي عنده كرامة؟ روح أوروبا، روح أمريكا، روح كل دول العربي العالم، تلقى المواطن العربي هناك يعيش عيش الكريم ويعبر عن رايه ويعبر عن معتقداته ويعبر عن ما يريد الخير لبلده. فبالتالي أنا أقول يجب أن لا نعبد الحكومات ولا الأشخاص، لازم نحترم القيم والمبادئ. القيم والمبادئ انسحقت في كل الدول العربية، في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي البحرين وفي كل دولة أخرى. علينا أنا أعتقد في الدول الخليجية من الآن نستعد للمستقبل، يجب أن نقوم في تغييرات حقيقية في بلداننا قبل أن يأتينا التغيير من الخارج. هناك هجمة شرسة على دول الخليج والدول العربية بحيث تتغير تكون في النمط وفي الدائرة الأمريكية والغربية. هذه الأمور لا عليها خلاف بين العقلاء وبين الاستراتيجيين السياسيين، يجب أن ننظر المنظار بمنظار حقيقي في المستقبل. المستقبل أسود مظلم في الدول العربية من خلال هذه التغييرات الجذرية. شكرا لك صالح عاشور. الأخ خالد سلطان، نقطة نظام رقم 5. نقطة نظام رقم 5. أنا الإنسان العربي اللي عندي كرامة، لما يقول وين الإنسان اللي عند العربي اللي عنده كرامة؟ خالد سلطان. أخ خالد سلطان. أخ خالد سلطان أسجلك لو بغيت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ خالد سلطان. أخ خالد سلطان. الأخ الرئيس أرجو إعادة الوقت، ما أخلي أحد يضيع من الوقت. أعيد الوقت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخ الرئيس، إحنا تاريخنا مع هذا النظام
بدأ من سنة 1982، وكان موقف مجلس الأمة ذاك الوقت مشرف في موقفه وفي القرار اللي اتخذه. اتخذ قرار بوقف المعونات عن النظام السوري. الجماعات المسلحة اللي أشار إليها الزميل هي شبيحة النظام، وعصابات ميليشيات أجنبية تحتل اليوم سوريا وتقتل الشعب السوري. أنا ما أحتاج اليوم تدليل على جرائم الشعب السوري، كل واحد جرائم النظام السوري. عصابة سوريا ما سميها نظام ولا هم بعث، هذه عصابة عنصرية تستعين بقوات أجنبية تأتي من دول خارجية بأعداد وأموال تدفع لهم لتقتيل الشعب السوري. الجرائم يقدر يشوفها أي واحد اليوم في وسائل الإعلام، تندلها الجميع. لو صدام عايش اليوم هالمجرم هذا لاستحى من جرائمهم اللي قاعد تصير في سوريا إلى هذه الدرجة. يذكرني أنا في أثناء المعتقل في في في, في البصرة بالليل نقعد نتحدث عشان ما يسمعونا ذيل اللي تنصتون. يمي واحد توفى الله يرحمه سنبيل البشهري، أقول له كنا نسمع إلى 4 الصبح تعذيب الأسرى الكويتيين في شو اسمه من صراخ وما ننام. أقول له هذا النظام المجرم؟ قال لي لا، قال لي أنا عندي تجربة في سوريا، نظام سوريا أجرم من نظام العراقي. احنا اليوم اقول الوقت يمكن ما يسعف، انا اقول احنا مو نوقف اليوم. اشكر الحكومة على موقفها، لكن احنا علينا واجب اليوم. الشعب اللي قاعد يقتل، رجال نساء اطفال من بدون تمييز، صواريخ يهدمون البيوت على شو اسمه، اي حش تتحشون عنه انتو. اكو بشر اليوم يعمل هذه الجرائم بهذا الحجم؟ اكو بشر اليوم، اكو انسان مسؤول يمسك دولة يقوم بهذا بالطائرات يضرب شعبه؟ انا اقول الواحد يستحي والله انه يوقف يدعم هذا النظام او يتحكى عنه. انا اقول احنا اليوم مو بحاجة يا حكومة فقط الى تأييد، مشكور الحكومة على موقفها، احنا بحاجة نمد هذا الشعب بسلاح عشان يدافع عن نفسه ضد الغزو الاجنبي اللي قاعد يدخل عنده. هذه مواقف يسجلها التاريخ، ومن يقف مع هذا النظام يسجل عليه التاريخ مواقفه. هذا الموقف اللي احنا نحتاج داخل الرئيس، ويجب ان يكون لنا موقف ايضا في فعلا دعم فعلي اللي قاعد يدافعون عن اعراضهم واموالهم وحياتهم. مو بس نوقف عند هذا الحد، سلاح خلي يمد لهم. وشكرا اخ الرئيس. شكرا لك اخ سلطان. الاخ فيصل يحيى. شكرا لك رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن الشعب الكويتي هو أكثر شعب قادر على استشعار ما يعانيه الشعب السوري في هذه المرحلة، لأنه عاش تحت الاحتلال وتحت حكم عصابة لا تراعي أي قيمة من القيم الإنسانية. وبالتالي نحن نقف اليوم موقف أخلاقي وإنساني وإسلامي تجاه شعب يعذب ويقتل. المنطق القائل بأن هذه قضية لا تعنينا هو منطق يفتقد للإنسانية وللإسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عانينا من احتلال، كنا نتمنى أن يتكلم عنا شخص واحد، أي خبر يأتي من أي بقعة من بقاع الأرض كانت تعنينا حتى لو كانت من شخص واحد. وهل حفظ الله الكويت إلا بفعال أهلها وأياديهم البيضاء ودعاء المظلومين والفقراء في كل مكان؟ وبالتالي واجبنا الأخلاقي اليوم أن نقف مع المظلومين. الأخ الرئيس، نحن أمام فاجعة إنسانية وجريمة أخلاقية. والله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكيف بمن يقتل شعب بأكمل بالآلاف؟ هذه الأمة ابتليت بزعماء عصابات جعلوا من أنفسهم حكاما عليها يتحكمون في رقاب العباد، ولسان حالهم يقول: أنا ربكم الأعلى. ولسان حالهم يقول: لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. أما نظام البعث في سوريا فقد تجاوز هذا الأمر بمراحل، تجاوز المراحل التي وصل لها فرعون وأمر شعبه بالسجود لبشار. المنطق
الذي يقول أن هذا النظام مقاوم ويدعم المقاومة وبالتالي يجب دعمه منطق أعوج وشاذ، ولا يختلف كثيرا عن منطق صدام الذي أراد أن يوهم الناس بأن تحرير القدس يمر عبر الكويت. أخطر شيء الأخ الرئيس أن نتعامل مع مثل هذه القضايا المبدئية من منطلقات طائفية. وقفنا مع المقاومة في جنوب لبنان عندما واجهت العدو الصهيوني، لم يكن منطلقنا منطلق طائفي، ولذلك يجب أن نتعامل مع هذا الأمر من منطلق إنساني وإسلامي. هذه القضية لا تحتمل القسمة على اثنين. أخيرا أقول، لو كان سيد شهداء أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله وابن الشريفة الزهراء بيننا اليوم. شكرا لك فيصل. يا لك شاي شاي. شكرا لك فيصل. لك شاي شاي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية كلامي بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. معالي الرئيس، اليوم حديثنا عن قضية إنسانية، وليس تستدعي أن نصنفها هي قضية طائفية أو قضية أخرى. وأنا يعني مع الأسف الشديد أمس أسمع كلام واليوم أسمع كلام آخر. هذه قضية إنسانية يجب علينا أن نقف فيها حكومة وشعب، ولا نتخاذل عنها أبدا. معالي الرئيس، هذا موقف مبدئي وسوف يشهد التاريخ لنا في هذا الكلام، ولا يمكن نرضى عن الدماء اللي سالت. وسوف تطلع اليوم صور راح تشوفها معالي الرئيس. وقتي معالي الرئيس، لما خلص وقتي معالي الرئيس. تفضل كمل. شكرا. الوقت الأخ الرئيس لو تكرمت. الأخ مبارك الوعلان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. احنا نتحدث اليوم، واعتقد ان الوضع في سوريا ليس بحاجة الى نتكلم عنه لانه واضح وضوح الشمس، لكن يبدو ان البعض ما هو عمى بصيرة، انما عمى بصر وبصيرة كلهم مع بعض. واحنا نتكلم لان دماءنا تفور نخوة اسلامية وعربية لاجل اخوتنا في سوريا. انا اود ان اقول لمن لا يريد ان يرى الحقيقة، هذه رؤوس السوريين تقطع كما تقطع الخراف أجلكم الله، بأي منطق وبأي أسلوب. ويأتي من يروج لنظام اقعد أنا أتكلم ما قطعتك اقعد. ويأتي الآن من يدافع عن هلاك العصر ويدافع عنه ويحاول ترميم هذه الصورة البشعة بتوزيع دستور لم تكن به أي كلمة من كلمات حتى ذكر الله، ولا يستحق منك كويتين إلا التمزيق ودوسة بالأقدام حتى تكون واضحة. هذا موقفنا تجاه سوريا وتجاه أيضا النظام في سوريا. حرس وجال اللي صفق منها يطلع، ما يجوز. الأخ الرئيس، أنا أطبق اللائحة مو أنت. الأخ الرئيس، أنا أطبق اللائحة رجال. أنا بس إنما مبارك الإعلان. وقتي لو تكرمت الأخ الرئيس. مبارك الإعلان. وقتي بس لو تكرم. إنما يحدث في سوريا على يد جيش التتار، واللي أعتقد شخصياً أن جميع الطغاة بالعالم يقفون خجل أمام المذابح وأمام ما يحدث في سوريا من قتل وتنكيل دستور كتب بكل أسف بآهات الثكالة والأرامل وبدماء الأبرياء وبهتك الأعراض وبسفك الدماء، لا يستحق حتى أن ننظر له ولا أن نقرأه، ولا حتى يكون ثمن حتى الورق اللي كتب عليه يوزع علينا بدولة الكويت. إحنا دولة الأحرار والشعب الحر بدولة الكويت، التي نقف مع المبدأ ونقف غيرة تجاه أخواننا في سوريا وما يحدث فيهم. أنا أعتقد الآن إحنا أمام موقف مصيري بالوقوف ودعم أخوتنا بالمال والسلاح بكل شيء نستطيع أن نقدمه. وأقول أيضا لوزير الخارجية، دائما عودتنا دولة الكويت ألا تكون مبادرة في كل شيء، إنما نرى أين تذهب الأمور ونتبع، وتكون دائما أفعالنا وتصرفاتنا هي ردة فعل.
لماذا لا نبادر تجاه ما يحدث في سوريا أخوتنا ويقتلون؟ الآن الكثير منهم في الأردن وفي تركيا وفي غيرها، خلنا نمدهم بالسلاح وغيره، ونعتقد هناك كثير من التوصيات. لكن أنا أتكلم عن من يحمل الحقائب ويوديها بالأودي السوداء حق دمشق وشارع برمانة، يوزعها حق نظام أهوج قذر لا يستحق أن نقف ولا نتكلم عنه. شكرا لك رئيس. شكرا لك مبارك. ولا أنا مار عجم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أذكر إخواني النواب الأخ الرئيس بأن يكون هناك ارتقاء في لغة الخطاب. نحن نتكلم عن قضية إنسانية والإخوة يعني يتجادلون وهم ممثلين الأمة، يجب أن يرتقون في لغة الخطاب بينهم. ما يحدث في سوريا هو إبادة شعب حر أبي خرج يطالب بالحرية والكرامة بعد نصف قرن من حكم هذا الحزب البعثي، وبعد معاناة طويلة من القمع والاضطهاد والقهر، خرج الشعب وهو أعزل من السلاح ينادي سلمية سلمية، لا أحزاب ولا طائفية. خرج الشعب في معظم محافظات سوريا بالآلاف، إلا أنهم انهالوا عليهم بالرصاص الحي الكثيف، وقد دبرت لهم السلطات وكالت لهم التهم الباطلة بالتآمر على الوحدة الوطنية وإثارة الطائفية وتنفيذ مؤامرة خارجية، وقال وراءها أمريكا والصهيونية. وقد ذكر أولمرت أنه طلب من الولايات المتحدة وقف الضغط الإعلامي على سوريا، وأن رئيسها يستحق التقدير والاحترام، وهذا دليل على حماية أمريكا وإسرائيل لهذا الحزب. جهود الحكومة مشكورة ولكنها ناقصة وعلى استحياء. نرجو من الحكومة متمثلة في الوزارات المعنية بإعطاء الإذن لجمعيات النفع العام كما حصل أيام أحداث سراييفو، بإعطاهم الإذن لجمع التبرعات لنصرة هذا الشعب الأبي الأعزل. كذلك الاعتراف الفوري بالمجلس الانتقالي وبلا استحياء. كذلك طلب الدعم الدولي من خلال غطاء جوي في مشروع قانون يتم تبنيه من خلال الأمم المتحدة. وافق أحد النواب عندما قال أدعو الخليج العربي باتخاذ موقف. نعم الأخطار في كل مكان، وهذا الموقف يجب أن يكون من خلال الاتحاد الكونفدرالي بين دول الخليج لحمايتها مما يدور ويحاك حوالي هذه الدول ومن جيران قرب لنا. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ عمار العجم. الأخ أحمد حاج لاري. شكرا أخ الرئيس. احتفظ بدور الأخ عدنان عبد الصمد وتنازل له بالدور. شكرا الأخ أحمد حجار. عدنان سيد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا نستنكر جميع أعمال العنف والقتل والذبح اللي قاعد تحصل من سوريا من أي طرف كان، سواء من السلطة أو من الذين هم ضد السلطة، نستنكر من الجميع. في نفس الوقت هناك فعلا معارضة حقيقية صادقة تطالب بتغييرات سياسية وبتعددية، وتريد أن يكون هناك حكم يوفر الأمن والأمان للشعب السوري. ولكن الأخ الرئيس أرجو من الأخوان كلهم اللي تكلموا قراءة تقرير بعثة جامعة الدول العربية، مو إحنا، مو أي واحد، أي واحد من الجامعة العربية. 166 شخص راحوا من 13 دولة، كانوا يقولون خوش ريال ممتاز، كانوا يوثقونه. لما راح وأصدر هذا التقرير انقلبوا عليه بما فيهم الخارجية الأمريكية. عقب تصريحه وتقريره من الجامعة العربية قاموا يقولون إنه يشكل لنا صداع، وسحبوا البعثة. وبضغوط من دول مرتبطة بأمريكا أيضا سحبوا البعثة لكي لا تعرف الواقع. شوفوا تقرير، أرجو أن الجماهير والناس والكويت كلهم يقرون هذا التقرير، في الانترنت موجود.
منو اللي قاعد يفجر هناك؟ المواطنين. منو؟ مو قضية أجهزة الأمن. يقول المواطنين طالت الحكومة، شهدت البعثة تفجيرات تطول المواطنين، شهدت البعثة تفجيرات باص من المعارضة، إصدار بلاغات كاذبة من جهات عدة عن أعمال تفجير وعنف، تبين أن هذه البيانات لا أساس لها من الصحة. تقول هناك مبالغات إعلامية في الإعلان عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى والمصابين نتيجة للمظاهرات. هناك أيضا وتقرير طويل لولا الوقت، إن تقارير بعثة الجامعة تشير إلى أن مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لإطلاق قذائف هارون من قبل المعارضة. تعرضت البعثة لحملة إعلامية شرسة من بداية عملها حتى الآن، وقامت وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها ونسبتها إلى رئيس البعثة، وقامت بتضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها أدت إلى تشويه الحقيقة. لماذا الدول الكبرى الآن إيه قاعد تدعم المسلحين في سوريا؟ لماذا؟ ليش الفلسطينيين الآن ما طلعوا من سوريا؟ ليش الفلسطينيين الآن هم اللي يطالبون بتثبيت النظام مع تأييد الحراك الشعبي؟ نعم، لأن عارفين أن هم لما يطالبون بتغيير النظام الضحية الثانية هم، عارفين بأن الضحية الثانية هم، لأن شكرا عدنان سيناب صمد. الأخ الدكتور حمد المطر. الأخ الدكتور حمد المطر تفضل الأخ الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق والوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. للأسف أولا أشكر حقيقة جهود حكومة الكويت، والبيان اللي تلا وزير الخارجية مشكورا، أنه هذه حقوق حقيقة وطنية وإسلامية تجاه أخواننا في سوريا. وأستغرب يوم استغراب حقيقة، يفترض كل القاعة كل أعضاء ينددون ويجبون ما يحدث في سوريا، إلا أني حقيقة مستغرب استغراب شديد أن في بعض الأعضاء أمام هذا القتل، قتل الشعب الأعزل في سوريا، نجد من هناك يدافع عن هذا النظام البائد. كلنا حسينا بمرارة الظلم الذي وقع علينا من الخارج، لكن ظلم القريب وظلم الدولة أعمق. لذلك الشعب السوري أنا على يقين بإذن الله بأن نصر الله عز وجل قريب، وقريب جدا جدا جدا. ذلك أن رداء الخوف قد انتزع في مصر. 19 يوم حقق الشعب المصري ما أراده. الشعب السوري أنا على يقين سينتصر بإذن الله. ما يمر رمضان الجاي بإذن الله إلا إحنا معاهم صايمين مع أهلنا في سوريا الموحدين بإذن الله، وقريبا قريبا سنحتفل معهم. أنا حقيقة اللي قالوا على الفيتو الروسي وغيره، أنا استغرب ليش النظام أو الكيان الصهيوني يقف مع بشار الأسد؟ أليس هذا استغراب؟ لأن هي مصالح مشتركة، هذه المصالح مع الكيان الصهيوني، وهو من يدافع للأسف الشديد عن الكيان البعثي في سوريا. هذه علامات استغراب، استغرب ما حد تطرق لها، ولا مندوبين سوريا اللي هني موجودين تطرقوا إلى علاقة. ما راح أقول اسمك عشان ما تأخذ 3 دقائق بعدين. لذلك أنا استغرب العلاقة بين الكيان الصهيوني وعلاقته مع سوريا. إحنا كمجلس أمة كويتي لازم نحس في إخواننا المسلمين، وهذا جزء حقيقة من وطنيتنا وإسلاميتنا. نحن مطالبين أن نساند هذا الشعب المسلم، وبالتالي هذا اللي قاعد يصير الآن. لذلك قبل أن أختم، أنا إلى الآن لم أستلم أول مكافأة لي من مجلس الأمة، سأتبرع في أول معاش لي لإخواننا في سوريا، وأتمنى الحكومة معنا كذلك تتبرع في لدعم اخواننا في اخواننا في سوريا، لان الشعب السوري الان محتاج اولا الدعاء، وهو السلاح اللي ما يفهمه هذا النظام اللي لا يصلي ولا يصوم. لذلك الدعاء والدعم بالمال، فهذه مبادره مني، واتمنى من اخواني في اول مكافاه لنا تتوجه باسم الشعب الكويتي والامه الكويتيه لشعبنا في سوريا الذي باذن الله سينتصر قريبا. شكرا لك الدكتور حمد المطر. الاخ حسام الشاهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر زميلي الدكتور حمد المطر وكافة الزملاء على هذه الاقتراحات الطيبة، وأقول بأن وقفتنا الأخ الرئيس والحديثنا عن هذا الموضوع هو التزام منا بالقسم باحترام الدستور وتطبيق مواده، خصوصا وهو دستور يأتي في مادته الأولى ليقرر بوضوح أن الكويت دولة عربية وأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية. هذا هو دستورنا الذي أقسمنا منذ القريب جدا على التزامه وتطبيق أحكامه، فعلينا ألا نخجل بل نفخر في هذا الموقف. في 23 فبراير، يعني قد تبدو أيام قليلة فائتة، لكن لا أقصد من عام 2012، أقصد عام 23 فبراير عام 1982، في ربما نفس هذا القاعة بل مجلس الأمة القديم في مبناه القديم مجلس البلدي سابقا، اتخذ مجلس الأمة الكويتي قرارا غير مسبوق ورائع، وكنت حضرتك الأخ الرئيس عضوا في المجلس آنذاك، بإيقاف ورفض منح قيمة قرض بل منحة كويتية للنظام السوري الذي ما زال يقبع على صدر الشعب السوري هناك. 84 مليون دولار كانت الحكومة تنوي تسليمها للنظام السوري، مجلس الأمة الكويتي من 82 نجح واتخذ مواقف غير مسبوقة ومتقدمة، ودائما يسع الشعوب ما لا يسع الحكومات. إذا كانت الحكومات يعني تسير في فلك معين وتنسيقات وترتيبات معينة، فنحن هنا بيت الأمة ونعبر عن رأي الأمة والشعب، فمن الطبيعي أن نتخذ مواقف أكثر تقدمية وأكثر جرأة وأكثر وضوح. وأدعو الدبلوماسية الكويتية الأخ الرئيس لتعود لدورها السابق المبادر. صحيح السير بالفلك الخليجي والفلك العربي شيء جيد، وعدم التخلف عن أشقائنا شيء جيد، ولكن أين زمن المبادرات وتقديم التضحيات واقتراح الأمور التقدمية التي تقود المسيرة العربية بدل انتظار قرارات والسير ضمن فلك آخر؟ أخواننا الأعزاء في ليبيا، المجلس الوطني الليبي أمس يعني أتحفنا وأتحف العالم بمبادرة إنسانية رائعة، وليبيا ما زالت يعني تعاني من آثار الطاغية القذافي. 100 مليون دولار أمريكي من ليبيا إلى الشعب السوري، علينا أن نتخذ مواقف في هذه الشجاعة وفي هذا الاتجاه. ونقطة أخيرة أريد أن أقولها، الأخ الرئيس شيء مدمي ما يجري في سوريا. منظمة العفو الدولية تقول للمرة الأولى نواجه بأناس وشعب يفضلون الموت على الاعتقال على يد النظام القابع هناك. فعلا نظام وحشي وجزار يجب التخلص منه عاجلا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك سامي الشاهين. لك محمد هاي. شكرا لك الرئيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا ننسى ما نشرتها الصحيفة الصهيونية عندما قالت نصلي للرب لندعو أن يحفظ النظام السوري، فإن بشار ملك إسرائيل. هذه تكفي هذه الكلمة أن تكشف لمن أعمى الله بصيرته وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من أضل الله. ما يقوم به النظام المجرم الخبيث وطاغية سوريا من مجازر يندى لها الجبين لا يمكن أن ينكرها أي بشر يحمل قلب الإنسانية. وقد فكرنا أن نضع بعض الصور ننشرها، لكن قالوا الإخوة إن هذه الصور والمجازر وحرق الجثث وغيرها منشورة على شبكات الانترنت وعلى جميع القنوات العالمية والمحلية، لكن هؤلاء قد أعمى الله بصيرتهم وأضلهم على علم. من بركة هذه الثورة المباركة السورية أنها أسقطت الأقنعة وعرت المنافقين والمتسلطين وأهل الشعارات. ثم أكبر ثم المقارنة بين الثورة السورية وثورة البحرين، مقارنة مع الفارق، إذ أن الثورة البحرينية ليست ثورة وإنما هي تدخل إيراني سافر
في الشعب السوري الشعب البحريني. أخ محمد هايف رجاءً أرجوك أن تسمي أسماء. نحن نرد على نقاط ذكروها قبل قليل. ما يجوز. طيب الشعب اليوم السوري يقاوم أيها الأخ الرئيس، الشعب السوري يقاوم ثلاث جبهات، يقاوم الإيرانيون، يقاوم الإيرانيين الذين قبض عليهم، نتكلم بالواقع، الإيرانيين قبض على القناصة ونشر، وهذا لا يمكن أن ينكرها أحد، ونشرت صورهم وهم معلقين هوياتهم. شكرا لك محمد عايز سعيش طبعا لك الدكتور ويطب طبعي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها على طول الدهر نسيان، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان لمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. كل الثورات الربيع العربي ثورات محلية لإزالة ظلم حاكم ونظامه، إلا ثورة سوريا فهي ثورة من أجل فلسطين، ثورة من أجل لبنان، من أجل العراق، من أجل الخليج، هي عروس الثورات. لو تعلم حكومات الخليج ماذا ستكسب في أمنها الاستراتيجي من وراء ثورة الشعب السوري لألقت بكل ثقلها مع شعب سوريا، لأنه من سيكسر الهلال الإيراني؟ عام كامل من النضال البطولي للشعب السوري، وما قدمنا من أجلهم هو دون أضعف الإيمان، وكل من يدافع النظام السوري هو شريك في جرائمه وآثامه. ثورة سوريا فضحت كل المتاجرين بالقضية الفلسطينية وبشعار الممانعة والمقاومة في إيران وفي سوريا وفي لبنان، وفضحت ولاء البعض في الخليج لطهران. في الكويت 140 ألف سوري، يجب أن تمكن الحكومة لهم الكويتية بعثة من المجلس الوطني لرعاية مصالحهم وإغلاق وكر الجواسيس في سفارة بشار. أقول حجم الجهود الإغاثية الشعبية لسوريا لم يعد كافيا نظرا للدمار الهائل لآلة البطش التي يقوم بها النظام المجرم، وتضاعف أعداد الجرحى والمهجرين، وندعو الحكومة للمساهمة أكثر وأكثر في هذا الاتجاه. نظام بشار يستهتر بالجامعة العربية والمنظمات الدولية، ويشن حرب إبادة ضد المدن، ولا مفر من دعم وتسليح جيش سوريا الحر عربيا وخليجيا. نحن نقول مطلوب إعادة دبلوماسيين الثلاثة الموجودين في دمشق، وأيضا تخفيف البعثة الدبلوماسية في بيروت الخاضعة لسيطرة أحزاب إيرانية، ونحذر الكويتيين من مخاطر محتملة ضدهم في لبنان، وهذا دور الخارجية الكويتية. لذلك نقول أخيرا تحية من الكويت ومن شعب الكويت للثوار الأحرار في سوريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك الدكتور ويطبعي لك الدكتور عبد الله طريجي. لك الدكتور عبد الله طريجي غير موجود. لك الدكتور محمد عطلاني. شكرا لك رئيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. الأخ رئيس، اليوم الشعب السوري ينتظر رد الجميل في 2/8. علمنا من وقف مع الشعب الكويتي في غزو صدامي مرير مر فيه الشعب الكويتي. اليوم هذا الشعب السوري المناضل الصبور ينتظر من الشعب الكويتي وقفة بطولية لا تقل عن بطولة الشعب الكويتي اليوم، بطولة الشعب السوري. ما يتحدث عنه اليوم الإخوان بخصوص تقارير من جامعة الدول العربية، المبعوث الذي دفع له الثمن وكتب تقرير للأسف يجامل فيه البعث السوري، هذا مردود عليه، ولا يمكن أن يكون هذا التقرير مقبولا وهو غير صادق، ويعلم ذلك الإخوان أن هذا التقرير غير صادق. اليوم بفضل الله عز وجل 60%
من الجيش السوري خرج عن نطاق سيطرة بشار الأسد. اليوم بدأ كما حصل في النظام القذافي، بدأ يستعين بشبيحة من جهات أجنبية، ويعلم تماما الجميع اليوم من أي دولة يستعين بها بشار الأسد هذه العصابات الإجرامية، من إيران، من دول، من للأسف من عملاء في الكويت اليوم. للأسف نقول هذا الكلام وهو كلام للأسف مرير ومؤلم، لكن يجب علينا اليوم في بيت الأمة أن نقول هذه الحقائق. ينبغي علينا ألا نجامل أحد. اليوم هذا الجلسة وهذا النقاش ينبغي أن تسود المصارحة والمكاشفة، لأنها ينبغي أن تكون رسالة موجهة إلى الشعب السوري الذي ينتظر منا هذه المصداقية، الشعب الذي يدعو الله عز وجل أن يفك أزمته ومحنته تجاه هذا الطاغية، هذا المجرم اليوم. وهذه المفردة للأسف اليوم لا نجدها مكررة في العواصم العربية بقدر ما هي مكررة اليوم في عواصم دول العالم. اليوم تتكلم عنها اليوم وزارة الخارجية وتصف بشار بأنه مجرم، بأنه إنسان مجرم. وزيرة خارجية أمريكا تصف بشار اليوم بأنه مجرم حرب، وتدعو الدول اليوم العالم إلى التعامل مع هذا الإنسان من خلال هذا الوصف. وهناك قرار سيصدر خلال الأيام المقبلة لإزالة كل الحواجز ولتمكين الشعب السوري من أن تصل إليه هذه المساعدات. وصل في هذا التنكيل واللا إنسانية بما شكرا لك دكتور محمد الطاني. الأخ محمد الخليفة. شكرا الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحقيقة أنا اليوم أحمد ربي وافتخر أني أمثل الشعب الكويتي، وأن الشعب الكويتي يتعاطف وتعاون مع الثوار السوريين، لأن هذه شيمة العرب وهذه شيمة المسلمين، نصرة المستضعفين. ففي الحقيقة أن ما يقوم به بشار شيء يندل الجبين. نشوف شنو صار بسوريا، دمار، إبادة كاملة للشعب السوري. فهذا غطى على هلاكو التتار، ولكن عذرا هلاكو قوات استطلاعية 3 أيام تقتل وتذبح، وبعد ذلك يعفو عن الباجي المختبين في البيوت وفي السهرة، يعفو عنهم. أما هذا هلاك العصر، لا، استمر 11 شهر وهو يبيد هذا الشعب. والحقيقة نكل لهذا الشعب كل تقدير واحترام، وتعجب شلون شعب يطلع وعارف منه اللي انقتل، شايل شفنا بيده ويطلع. والله هذا الشعب شجاع، لأنه عانى من هذا النظام. النظام هذا أخوي المطر تستغرب ان اسرائيل دافع عنه، هذا وليدة اسرائيل، هذا صنع اسرائيل، من حافظ الاسد الى بشار. لا، واذا استمر النظام بشار راح يجينا حافظ الحفيد، راح يبيد هذه الامة، يبيد ارض الاسلام الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تكون هناك فتنة، 3 جيوش، جند في العراق وجند في اليمن وجند في الشام. فقال لهذا الصحابي في أي الجند انتمي أو التحق؟ قال عليك التحق بجند الشام، جند الحق. فهؤلاء اليوم إن شاء الله موجودين للدفاع عن الإسلام وللدفاع عن فلسطين اللي يدافع عنها إسرائيل وغيرها تدافع عن النظام السوري. فيطالب الحكومة الكويتية دعم الشعب السوري بجميع ما يحتاجه، وكذلك دعم الجيش العربي السوري الحر، انهم احرار انشقوا من هذا النظام، لان شافوا ماكو نظام او حكومة تقتل شعبها، فتعجبوا وانشقوا من هذا النظام الفاسق الذي انا اعتبره نظام
خاصة بشار الأسد كافر، من يرضى أن يسجون له فهو كافر. الله محمد الخليفة. يا أخوان باجي من الوقت المحدد لهذه الجلسة 6 دقائق 7 دقائق. الآن الدور الأخ الدكتور عائل أمير. شكرا للأخ الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ الرئيس، أبتدئ بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأخ الرئيس، لعلنا متفقين جميعا أن أي دم يراق في سوريا إنما هو دم مسلم، يجب الحفاظ عليه والوقاية من أي جريمة أيا كان مصدرها. ولذلك ما يفعل اليوم في سوريا أمر نستنكره جميعا، على اختلاف مشاربنا وعلى اختلاف يمكن مذاهبنا، إلا أن الدم السوري الذي يسال اليوم لا شك بأنه دم محرم. وأعظم الجرائم، أعظم الجرائم عند الله تبارك وتعالى إنما هي القتل. ولذلك في الوقت الذي نقدر فيه جهود الحكومة على مساعيها ونقدر فيه الجهود الدولية، خلونا يا جماعة نبحث عن حلول واقعية لحقن الدماء وصيانة الأعراض وإنقاذ هذا الشعب المسلم الذي يدك دكا والذي يتعرض لأبشع أنواع الجريمة. ولذلك الأخ الرئيس، نتأمل حقيقة من معالي أو الأخ وزير الخارجية من بذل جهود أكثر، ليس فقط من إيصال مساعدات أو من إيجاد موضع ضمن الموقف الدولي، وإنما مبادرة كويتية فعالة من أجل وقف القتال ومن أجل إنقاذ الأبرياء ومن أجل حقن الدماء. وأنا أيضا أريد في هذا المقام أن أبين بأن ما يفعل اليوم وما يطرح في قاعة عبد الله السالم إنما هو أمر مشرف وإحساس بالمسؤولية، ونحن من ضمن الموقعين على هذا الطلب في عقد هذه الجلسة أو جزء منها. ولكن يا أخوة، خلونا شوية نغض الطرف عن الشارع. الانتخابات خلصت ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها منتنة. خلونا يا جماعة نكون جسد واحد في إيجاد حلول. إذا احنا اليوم في هذا المكان اختلفنا، فكيف نأمل بأن يكون هناك وفاق أو اتفاق؟ ولذلك مسؤوليتنا عظيمة أمام الله تبارك وتعالى، والكلمة إنما هي مسؤولية. خلونا نبحث عن الحلول الواقعية وندفع الحكومة لهذه الحلول حتى نتمكن من إنقاذ هذا الشعب الذي يصبح على قذيفة وينام على صاروخ وتستخدم ضده أبشع أنواع الأسلحة. ولذلك الأخ الرئيس، إحنا نقدر جهود حكومة دولة الكويت وما قامت به، وأيضا الرسالة الثانية التي يجب أن نبعثها أو نبعث بها إنما هي الفصائل، إنما هي. شكرا لك. شكرا لك دكتور عائل أمير. شكرا لك دكتور أحمد العزمي. لك دكتور أحمد مطيع. شكرا لك الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وحديثنا عن إخواننا في سوريا هو من باب نصرة المظلوم والوقوف معه في وجه الظالم. ولسنا بمعزل عن العالم، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن نجانا من مرارة الغزو الغاشم والمعاناة التي عشناها، وكان ملاذنا بعد الله عز وجل، وكان ملاذنا الله ثم دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية، ومن ثم الدول الصديقة من باقي دول العالم. فالشعب السوري له حق الإسلام وحق الأخوة. فالنظام البعثي الدموي المجرم فاق وحشية الحيوانات، فبشار هو وشبيحته من القتلة للشعب الأعزل، من قتل وهتك عرض وسفك دماء
وحتى بيوت الله لم تسلم لهذا الشعب المغلوب على أمره. فقد كان هو سلف لأبيه، فوالده من النظام البعثي السابق الهالك قد قتل الشعب السوري في مجزرة حماه، وكانت هذه قبل 23 سنة، وكانت هذه قتل منها 23,000. وأنا بنفسي شخصيا كنت في زيارة لسوريا الدولة الشقيقة، ورأيت هذه المجازر ورأيت هذه البيوت المهدمة بأم عين. فالنظام البعثي المجرم عليه أن يتعظ بمصير سابقيه من الظلمة الذين ذلوا شعوبهم واضطهدوهم، فمن لا يرحم لا يرحم. فنحن نتضامن مع الشعب السوري الشقيق، وأسأل الله تعالى أن ينصر إخوانا المستضعفين في سوريا نصرا مؤزرا، وأتمنى أن يحترم كل منا وجهة نظر أخيه. واسمحوا لي أن أضيف، ونحن أعضاء مجلس الأمة ما نريد أن يكون المجلس حلبة مصارعة ومليئا بالخلافات والشجار والتعدي بالألفاظ. يا إخوان، نحن أبناء الكويت جميعا، لا نزايد على أحد، الكل منا يريد. شكرا دكتور، الوقت انتهى، لكن في اقتراح فقط، في اقتراح يطلع عليكم. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد يرجى التكرم باحتساب وقت الساعة ونصف للحديث عن الأحداث عن سوريا بعد كلمة السيد الوزير، وتقبلوا فائق الاحترام ولي الطبطبائي فلاح الصواغ جمعان الحربش محمد دلال عبد الله البرغش. في اقتراح بأن تمدد الفترة بمقدار ما تحدث الأخ الوزير. الأخ الوزير تحدث 20 دقيقة، معنى ذلك تمديد الوقت حتى الساعة 11. موافقة؟ الموافق يرفع يده رجاء. حضور 38، موافقة 31، موافقة. الأخ رياض العدساني. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك سعادة الرئيس. طبعا بالبداية قبل أتكلم عن الوضع السوري، يعني إحنا نبي نحط حلول، ما نبي ندش في سجال طائفي، إحنا نبي نوحد الوحدة الوطنية بداية، ما نبي نشق الصف الوطني. إحنا بنتكلم عن 40 سنة الحكم السوري، ما يفرق النظام البعثي العراقي عن السوري، نظام إجرامي ضيع البلد، رجع البلد للوراء كثيرا. لما احنا نتكلم عن 40 سنة ما شفنا إلا المجازر. في صورة إلى الآن في ذهني، طفل رفع صورتين، الصورة الأولى فيها صورة جده، والصورة الثانية فيها صورة أبوه، ذكر أن جدي قتل عن طريق حافظ الأسد، ووالده قتل عن طريق بشار الأسد. في حمات قبل 20 سنة قتل ما يقارب 20,000 مواطن سوري، دكوا بالطيارات. بالإضافة من بداية للحملة السورية قتل 7,500 سوري حتى تاريخ 28 فبراير. احنا لما نتكلم عن شعب أعزل يقتلون بهذه الطريقة، فنحن نطالع في تاريخ 16-11 تم تعليق عضوية الجامعة العربية عن سوريا. بالإضافة إلى 137 دولة صدقوا لوضع حد المجازر المدنية في سوريا. كل هذه الأمور ويقولون ان النظام السوري غير مجرم. احنا نشوف النظام البعثي العراقي والسوري لا يفرقون بين بعضهم، ولكن الفرق بينهم بين المسميات. النظام البعثي السوري لو كان ما نظام اجرامي ما حطينا قيد في امن دوله للسوريين في داخل الكويت. 150,000 سوري موجودين في داخل الكويت، لكل امانه يجب ان نحن نطالع وننظر للمصلحه الوطنيه داخل الكويت. كان قبل الغزو في 3,000 مواطن عراقي دبلوماسي، وأغلبهم كانوا جواسيس في الكويت. لذلك إحنا لازم نطالع 150,000 سوري لرجال، لا تقاطعني، 150,000 سوري أنا متأكد منهم جواسيس، ما حافظوا على النظام في لبنان بيحافظون على النظام في الكويت.
فلذلك احنا نطالب من وزارة الداخلية تجديد الامن في الكويت اللي حصل قبل الغزو ما نبي حصل لنا. النظام العراقي البعثي ما يفرق شيء عن النظام البعثي السوري الذي لم يحافظ على شعبه ما راح يحافظ على الشعوب الاخرى. وشكرا. شكرا لك رياض العصائي. لك الدكتور جمال حربش. شكرا لك الرئيس. استاذن لك الرئيس المجلس في عرض بعض الصور والمشاهد. لك الدكتور جمال استاذن المجلس بعرض صورة. موافقه؟ موافقه في اي درجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموافقه في اي درجه؟ موافقه المجلس. طاحوس. حضور 33 موافقة 22 موافقة. تفضل أخ جمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يبدأ العرض لو سمحت. هذه هي المشاهد بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما يحدث الآن في أرض الشام. هذه هي المأساة. هذا هو الظلم. هذا هو القتل. هذه هي المجازر التي تحدث الآن ونحن في قاعة عبد الله السالم. هذه أصلحت بشار الأسد، بشار الجبان الذي تطاول على الحرمات وأهان المستضعفين. هذا هو يجبر الناس للسجود لبشار الأسد. هل يقف مع هذا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذه هي الصورة المؤلمة التي انتفض لها العالم بأجمع. عزم الأطفال القتلى والجرحى والمعذبين تحدثت منظمة اليونيسف. في سوريا ومنذ منتصف مارس أذار الماضي قتل ما لا يقل عن 400 طفل واعتقل وعذب واعتدي جنسيا على 400 التي هي أكثر دموية وعنف من الصهاينة. 2000 خلال أيام معدودة مدخل مدينة الرسام وصل القتلى الآن إلى 14,000. هذه البيوت تهدم. الله لا يوفقك بشار. هل يهدم بيوت الإسرائيليين؟ هذا هو يحرق شعبه، يحرق أهل الشام. خيرة أهل الأرض، هذه الأرض المباركة يحرقون فيها. ويأتينا من يجادل الآن ويقول ممانعة وأيادي أمريكية. أمريكا بكل ما فعلت في العرب هي أرحم من هذا المجرم. لذلك اليوم هو يوم وقفة إن تراجعنا عنها والله أيدي هذا العلوي وأذنابه لتصل إلى أبنائنا في الغد ليشاهد العالم كله ما يحدث. بشار الأسد يصدق عليه قول القائل: وكنت رجلا من جند إبليس فأصبح اليوم إبليس من جندي. سمير خالد النادي. بشار ووالده الحقير قبله بطولات على شعبه. خان الجولان وخان أرض الشام حتى يحافظ على كرسيه ويورث هذه النطفة القذرة التي الآن تقتل الأطفال وتهتك الأعراف. ليشاهد العالم هذه المشاهد. هذا الطفل بإذن الله كتيبة صابر ضرب في عينه إنشاءات استهدفته قوات الأمن والشبيحة صباح هذا اليوم. حينما نتحدث لا نبحث عن بطولات شعبية ولكننا بين خيارين: أن نكون مسلمين أو لا نكون. مع خروج المادة ما يحدث في أرض الشام جعل الناس بين هذين الخيارين: أن تكون مسلما أو لا تكون. شكرا لك دكتور جمال. شكرا لك دكتور محمد الكندري. بس يا أخ دكتور حمد وجان. الأخ الدكتور محمد الكندري. استريح استريح. الأخ الدكتور محمد الكندري. الأخ الدكتور محمد الكندري. الأخ الدكتور محمد الكندري. أخ الدكتور محمد الكندري رجاءً أرجوك أنت طالب محيطك. أرجوك أرجوك. الأخ الدكتور محمد الكندري. الأخ بدر الداهوم. الأخ بدر الداهوم أرجوكم يا أخوان. الأخ بدر الداهوم. الأخ بدر الداهوم. الأخ بدر الداهوم. بسم الله تريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تريح. الأخ الرئيس أطلب استريح. اقعد 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 أرجوكم.
لا بكمل العرض. اخ الاخ الرئيس اطلب لا. اخ بدر ارجوك بس ارجوك دقيقه واحده بس ارجوك اخ بدر انا لفت نظر الاخ الدكتور لفت نظر الدكتور عبد الحميد مرتين سأضطر تطبيق اللائحه تريح الاخ بدر الداهوم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تريح الاخ بدر الداهوم الاخ بدر الداهوم الاخ الرئيس يطلب باستمرار عرض الصور. سأضطر ان اخذ موافقه المجلس لاخراجك. سأخرج سأطلب موافقه المجلس. حذرتك مرتين الاخ الرئيس. بدر الدهوم الوقت بدر الدهوم الاخ الرئيس الوقت الاخ بدر الدهوم تفضل الوقت الاخ الرئيس. اطلب العرض العرض الصور. اطلب عرض الصور تفضل العرض تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنا أطلب عرض الصور الأخ الرئيس. استمرار العرض اللي وقف الأخ بدر الدهوم رجال. نعم عرض الصور الأخ الرئيس. الأخ بدر خلاص حطيت عرض الفيلم الأخ الرئيس نطلبه. الوقت عيد الوقت رجال الوقت الوقت الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عيد الوقت مرتين يا اخ بدر رجعنا تفضل. استمرار العرض الاخ رئيس ما عرض. عادوا مرتين. لا ما عادوا العرض 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 عرض الصور الاخ الفيديو. لا الاخ رئيس عرض الفيديو الفيديو. انت تطلب الموافقه على ان تعرض الصور لازم اخذ موافقه المجلس مره ثانيه. الموافق على طلب الاخ بدر بان يستمر بالعرض. ارفع يدك يا طالب. تكلم ولما اقول لك ابدا العرض انا اقول عيد الوقت. حضور 46 موافق 27 موافق. تفضل الاخ بدر الدهوم عاد الوقت اخ الرئيس. بس بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، لا شك الاخ الرئيس أننا نحن ننطلق من هذا الكلام مناصرة لإخوتنا المسلمين في أرض الشام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. كيف لمسلم ينظر إلى مثل هذه الجرائم وهذا الأمر الذي يرتكب في حق الشعب الأعزل من أطفال ونساء وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ويرضى على مثل هذه الأفعال؟ لا شك بأن هذا النظام الإجرامي استعمل كل الطرق الإجرامية من أجل أن يقتل في شعبه ليلا ونهارا. وللأسف وللأسف نرى كثير من الناس القلة منهم يوافقون على هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. ولكن نقول بأن هؤلاء يسقط فيهم قول الشاعر عبد الحميد يا أخوان معتصماه انطلقت. لفت نظر أكثر من مرة. إذا استمر سأضطر إلى أخذ موافقة المجلس لاتخاذ القرار ضده. أرجوك ما راح أفعل ذلك. أرجوك يصدق فيهم قول الشاعر: ربوا معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نحوة المعتصم. هؤلاء الذين يرون إلى الأطفال تقطع رؤوسهم ولا تتحرك فيهم المشاعر من أجل إخوانهم المسلمين، هذا الطاغية الذي يقتل فيهم ليلا ونهارا، يقتل الأطفال ويسفك الدماء ويهدم بيوت الله وهو يعني بذلك راضي، وجيشه وزبانيته يأمرون الناس بالسجود له والدعوة له من دون الله تبارك. أكثر من هذا الشرك وكفر ماذا يكون؟ أكثر من هذا الشرك وكفر هل يرضى بذلك إنسان مسلم؟ كل الدول وافقت بأن هذا النظام هو إجرامي وهو منتهك لحريات الشعب وهو قاتل وسفاك. ولكن نقول بأن من يظن بأن الصين وروسيا أنهم واقفين مع ضد الحق أنهم مهبل، بأن المهبول الذي يظن بأن الصين وروسيا واقفين مع سوريا من أجل الحق، بل هو من أجل مصالح.
هذا هو الأمر الواقع الذي كل الناس تعرفه، كل الدول تعرف بأن هذا الرجل هو مجرم قتل ودمر والآن يرتكب بمنظر ومرأة من العالم. نحن نريد من الأمة ونريد من العالم أن يتعاونوا ويتعاملوا مع قضية سوريا كما تعاملوا مع قضية ليبيا، وأن يمدوا الشعب السوري بالسلاح حتى يدافع عن نفسه، فهنالك عدم تكافؤ بين هذا الطاغية وبين الشعب الأعزل الذي يقتل ليلا ونهارا من أجل هذا المجرم. شكرا الله بدر. الله بسعد ويسان. عندي شيء أبي أعرضه. في الأخ فيصل ويسان يطلب أن أيضا يعرض هذا الصور. موافق رجاء أن يرفع يده. الموافق يرفع يده. المؤتمر مال الجامعة العربية، مال الجامعة العربية. اشهدوا يا أهل الكويت. المرجع. اشهدوا يا أهل الكويت. ما في. إيه بيخل. خلاص. الوقت الوقت. صار معلوم. بس. سيد الرئيس الحضور 46 موافقين 10 ما في موافقة. تفضل أخ فيصل. لا بس الوقت الأخ الرئيس. أريد الوقت رجاء الوقت. تفضل. لا شك سيد الرئيس بأن من يريد أن يبحث عن الحقيقة تفضل. من يريد أن يبحث عن الحقيقة علي أن يبحث عنها بتجرد. ما أعلم مو مشكلة. وأنا أذكر زملائي النواب بالصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي سمي بالباحث عن الحقيقة وانتقل من بلاد فارس بحثا عن الدين الحق حتى وصل إلى مدينة رسول الله المدينة المنورة، فوصل إلى الحق مستتبعا الأدلة إلى أن وصل إلى دليل النبوة. نحن الآن في هذا المكان نعرف جيدا بأن اللعبة الإعلامية تستطيع أن تفعل فعلها في النفوس، وأنا أقول لهؤلاء جميعا كم عانينا من قناة الجزيرة التي داست على الحق الكويتي وناصرت صدام حسين. ألم نكتوي بنار الجزيرة ردحا طويلا من الزمن حكومة وشعبا؟ هذه الجزيرة تقوم اليوم بدور مشبوه في نفس اللعبة لقلب الموازين وتأثير في الرأي العام العربي من جديد. هل أصبحت قناة الجزيرة الآن بقدرة قادر قناة ملائكية؟ هل ذهبتم وشاهدتم مكتب CIA موجود هناك في غرفة من غرف قناة الجزيرة؟ أستغرب دول تهرول نحو إسرائيل تغضون الطرف عنها، زعماء عرب يهرولون ويصافحون الإسرائيليين ويبنون البيوت لإسرائيل تسكتون عنها، تقولون بأن إسرائيل هي المستفيدة من بقاء النظام السوري الآن. وماذا عن الدول التي تهرول وتفتح سفارات لإسرائيل في بلدانها؟ ماذا عن هؤلاء؟ افتحوا أعينكم جميعا، شاهدوا بنظرة واسعة. إخواني نحن جميعا ضد إسرائيل والعربدة الإسرائيلية، لنتوحد ضد العدو الحقيقي. أنا أقول دعوة للبحث الحقيقي عن الحق المجرد. نحن ضد قطع الرؤوس، لكن أذكر هؤلاء بأن من يقطع الرؤوس هم الذين تعودوا على القتل على الهوية. هذا أسلوب طالباني، هذا أسلوب طالبان في القتل. قطع الرؤوس ليس من شيمة هذه الأنظمة. أنا أقول نعم هذه الأنظمة قمعية، نحن مع الشعوب، نحن مع الحراك السلمي. الشعب السوري نعم ندعو له أن ينتصر ويحقق إرادته الشعبية في الحكم الذي يريد، ولكن أن تكون هناك يد صهيونية ويد أوروبية ويد عربية للأسف لبعض الأنظمة تساهم في خلط الأمور في سوريا، نحن ضد هؤلاء. نعم أحترم الشعب السوري وله القرار. شكرا لأخ فيصل. آخر متحدثين الأخ سعد الخنفوت ناجع الأخ فلاح الصواق. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عجيب من بعض النواب وهو ينظر إلى الصور أمامه تقطع الرؤوس وتعذب الجثث وتحرق الجثث وهو ينتصر لهذا المجرم الطاغية بشار القرد
بشار البعثي، بشار المجرم وأعوانه. عجيب هؤلاء الكويتيين الذين يدعون النظام البعثي وحزبه الموجود في الكويت بمنازلهم ودواوينهم. أما يتقون الله سبحانه وتعالى؟ أما يتعاضدون مع الحكومة التي طردت السفير السوري وسحبت السفير الكويتي؟ عجيب هؤلاء، فهم أتباع إيران. إيران تعمل وسوريا تعمل ليبقى حزب البعث يعمل لاستمرار إيران وانتشار إيران لبلاد الشام والسيطرة عليها. نحن نقول لا وألف لا بأن نسكت عن هذه الجرائم. نحن نقول هذا الكلام وقلوبنا تحترق. نقول الأخ عدنان تطالب بمراقبين، ألا تعلم بأن الكويتيين المراقبين ضربوا في الشام على أيدي نظام البعثي؟ ألا يعلم بأن النظام البعثي ضرب الكويتيين وسحبتهم الحكومة الكويتية؟ لأن الفخر كشعب كويتي ونواب الأمة بأننا أول من دافع عن النظام، عن الشعب السوري. ونحن اليوم يتبعنا دول الخليج والدول الإسلامية والعربية، وسنصمد بإذن الله تعالى. واليوم ندعو النواب الشرفاء بالتبرع لإثبات للشعب الكويتي بأننا نساهم بأموالنا ورواتبنا لأجل هذا الشعب المظلوم، ضد من يتبعه من أزلام الكويتيين الذين يعملون ليل نهار بدعم هذا مندوبين النظام البعثي، يعطيهم المال ويدعنهم المال ويحذرهم. ونحذرهم اليوم بأنه لا يمكن لمسلم، لا يمكن لعربي أن يرضى بهذه الرؤوس تقطع، وهم يرون الآن ويأتون بأفلام مدبلجة على حساب الشعب السوري. أما يتقون الله سبحانه وتعالى؟ يقلبون الحق الباطل إلى الحق إلى باطل، أعوذ بالله منهم ومن أمثالهم. شكرا يا فلاح، تفضل أخي دكان حميد، تفضل دكان. نقطة النظام هنا، أولا يعلن العداء رسميا لإيران. أنا أتمنى أن أسمع من رئيس الحكومة أن كنا إحنا في حالة حرب مع إيران. إحنا نعرف أن العدو المعلن حتى الآن إسرائيل، إحنا كلنا مع الشعب السوري، وقلنا الشعب السوري هو من يقرر مصيره. أرجو أن لا تتكرر مأساة وكارثة الغزو الغاشم واللي تمت على إيد صدام اللي دعمناه. كنا متمنين نعرض حقائق التضليل الإعلامي وشلون يصير، تقرير الدابي اللي هو مكلف. أسمع اليوم ما في مصداقية عند الدابي ولا عند الصين ولا عند روسيا. يا سلام، سوريا الدولة العظمى بالليرات اشترت هؤلاء كلهم، والسعودية وقطر عجزت. الله أكبر، ازددت قناعة في الاقتصاد السوري اليوم، اقتصاد الحرب والساعة المباركة. خلونا إذن نتفق وإياكم أن إحنا ما نبي نعرف الحقيقة. الحقيقة للأسف الإخوان يبون يغيبون، يبون يظلون معميين البصر والبصيرة. كنا بننورهم، أخاف مضللين. والله الأفلام اللي قالوا عنها تقطع، هذه كل الاعترافات وهذا التضليل الإعلامي وكيف يصير. ولما بنقول لك الدابي شي يقول، يقول أصبحت مصداقية البعثة مثار شك لدى المشاهد والمستمع العربي الذي يشاهد بعض وسائل الإعلام التي تعمد إلى استخدام التقنيات الإعلامية لتغيير الحقائق، وهي مسألة يصعب التخلص منها. يعني شوف إيش كثر صار، ليه البرلمان الكويتي لحقتنا. إذن هذا يحتاج منا أن نتجرد يا أخوان، والله نتجرد. وفي اللجنة، لجنة الشؤون الخارجية، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وخلونا نجيب برهاننا ثم نطلع. شكرا. شكرا لما في مصلحة الكويت. شكرا سيد الرئيس. شكرا أخ عدنان بصمد. شكرا الأخ الرئيس. الصور اللي عرضت هذه فعلا الكل يستنكرها، الكل يستنكرها، ولكن حتى في صور غير هذه اللي عرضت كانت اتي من ليبيا، وكانت المعارضة المسلحة مو المعارضة الصادقة الشريفة تضعها عن سوريا. انا قلت في بداية كلامي احنا نستنكر كل اعمال القتل سواء كانت من السلطة او من الجماعات المسلحة. الجماعات المسلحة، لاحظ ايضا في تقرير الدابي الفقرة 75 هناك احداث بدأت تظهر وتمثل تطورا قد يؤدي الى مزيد من الفجوة والمرارة بين الاطراف، وترتب عليها نتائج خطيرة وخسائر في الارواح والممتلكات. وهي اسمع يا اخي الكريم،
وهي التفجيرات التي طالت بعض المباني، قطارات الوقود، عربات المازوت، قوات الشرطة، الإعلام، خطوط الأنابيب. من تبناها؟ تبناها تنظيم الجيش الحر من جهات مسلحة تابعة لمن؟ للمعارضة. هذا حسب تقرير الدابي. بعدين أنا أقول أهنا أنت مثل ما تستنكرون النظام، استنكروا القوات الجماعات المسلحة اللي البعض قاعد يدعمها. فرنسا لما يكون عندها 19 خبير هناك يصيدونهم عسكري، شو يسوون حبا في حقوق الإنسان؟ الولايات المتحدة لما أمس شفناها في غوانتينامو الآن تؤيد الجماعات المسلحة وتدعو إلى تدعيمها حبا في حقوق الإنسان، منو اللي قاعد يدمر؟ الآن هذه الصور كيف تثبت من أن هذه التدمير مو من الجماعات المسلحة؟ أخيرا الأخ الرئيس، أنا أقول الآن لما يقولون صدام وصدام، اسمح لي الأخ الرئيس، منو اللي أيد صدام؟ منو اللي دفع مبالغ حق صدام؟ الآن يستنكرون صدام. شكرا شكرا لك سيد عدنان. احنا كنا فقط ثلاثة. شكرا لك وهذا عدنان. الموقف راح شكرا نشوفون. شكرا لك عدنان. شكرا. أرجوك خلينا ننتهي بس لأن الوقت انتهى. ماشي. شكرا لك عدنان. أخ سيد حسين القلاف. شكرا. شكرا لك حسين سيد حسين القلاف. شكرا. وقت أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ الرئيس أنا أعلن اللهم إني أبرأ ممن قتل هؤلاء الأطفال الأبرياء ومن شارك في دمائهم. اللهم إن أعلنوا البراءة. اللهم العن من قتلهم. اللهم العن من سفك دمهم. إلهي آمين. إلهي آمين. رجان أما بطلات. لكن أخي الرئيس أخي الرئيس يعني اتهام بالضلالة، اتهام بعمل بصيرة، يعني على كل أخي الرئيس يعني خلي يصير انتقد عارض عدل، ماكو أي مشكلة. تعتقد أن هذا نظام دموي، نظام قاتل سفا، قول اللي تبي تقوله. احنا قاعدين وياك قاعد نعرض رأي ورأي آخر. ليش قابض فلوس من سوريا؟ على شنو؟ من قبيضة قبل قبيضة الحين من سوريا بعد من بعد من وين؟ يعني الكلام قاعد يدخل على بعض. على شنو يا أخي؟ قول وجهة نظرك. ليش تسب وتغلط؟ ليش تشوف نفسك أنت أهل البصيرة وأنت أهل النور وغيرك أهل الضلالة وأهل العمى؟ ترى إذا أنت تحرك قلبك مشاعرك على هاي الأطفال، المشاعر موجودة عندنا، إلا إذا أنت تعتبر نفسك أنت الإسلام وانت المسلم وانت صاحب النور وانت اللي صاحب بعد خل كل احنا لنا شنو؟ ما لنا الا النار وخلاص وانتهى البحر. شكرا الاخ ارجوك. شكرا ماشي. شكرا لك سيد سيد الله. شكرا يا اخوان. الدكتور رجان في اكثر من واحد طالبين انتظام والوقت انتهى، ترى تجاوزنا الوقت وعندي توصيات الآن. فرجان عندي سأنتقل التوصيات. أرجوك تعاون معي. تفضل التوصيات. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد يرجى عرض التوصيات الآتية دعما للشعب السوري المناضل في قضيته العادلة، ونظرا لما وقع عليه من عدوان ظالم نتقدم نحن الموقعون أدناه بالتوصيات التالية. 1- إصدار بيان استنكار من مجلس الأمة الكويتي تجاه ما يقوم به النظام السوري الحالي من مجازر تجاه الشعب السوري المناضل. 2- التوصية بإرسال بعثات طبية من قبل وزارة الصحة للمساهمة في علاج الحالات المحتاجة من الشعب السوري على الحدود. 3- نقل الحالات التي تحتاج عناية طبية خاصة إلى مستشفيات الكويت. 4- تكليف الشعب البرلمانية بمخاطبة برلمانات الدول العربية والإسلامية والعالمية لاستنكار المجازر التي يرتكبها النظام السوري البعثي تجاه شعبه، والتحرك للضغط على حكوماتهم لوقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري. 5- السماح للأخوة المقيمين في الكويت بإحضار عوائلهم من النساء والأطفال. 6- تنظيم حملات
تبرع للشعب السوري. الموقعون دكتور محمد الكندري، أسامة الشاهين، دكتور عادل الدمخي، دكتور حمد المطر، عمار العجمي، دكتور محمد الهطلاني، فلاح الصواق، مسلم البراك، خالد طاحوس، صيفي مبارك الصيفي، أسامة مناور، بدر الداهوم، دكتور أحمد مطيع العازي، محمد هايف المطيري، وليد مساع الطبطبائي، مبارك الوعلان، شايع الشايع، عبد الرحمن عبد الله الطريجي، خالد شخير المطيري، عبد الله البرقش، مناور العازمي، دكتور جمعان الحربش، نايف عبد العزيز العجمي، فيصل الحية، محمد الخليفة، علي الدغباسي، عبيد المطيري، عبد اللطيف العميري، عبد الرحمن العنجري، دكتور علي العمير. موافق على التوصيات؟ بعد توصية ثانية. ماشي. أول الموافقة، ما في نقاش، خلاص تم النقاش. الموافقة على التوصيات ارفع ايده رجاء. الموافق رجاء اقعدنا تحدثنا لمدة ساعتين. خلاص. في أنا صوت على التوصيات كما هي، الموافق على التوصيات كما تريد يرفع ايده. الحضور 51، موافق 43، موافق التوصية التالية. السيد رئيس الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية، وزير دولة شؤون مجلس الوزراء. شكرا للأخ الرئيس. أشكر مرة أخرى المجلس على تخصيص جزء من جلسة اليوم لمناقشة المستجدات على الساحة السورية، وهو محل اهتمام ومتابعة من حكومة دولة الكويت. استمعنا باهتمام لكل الملاحظات اللي أبداها إخواننا النواب، وسوف تكون محل دراسة وعناية من قبل وزارة الخارجية. بعد تأكيد الأخ الرئيس بأن نلتزم بالمادة 50 من الدستور بفصل السلطات وتعاونها. شكرا أخ الرئيس. شكرا للأخ نائب رئيس وزراء وزير الخارجية وزير دولة شؤون مجلس الوزراء. التوصية التالية. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى قيام مجلس الأمة بمناقشة الأوضاع في سوريا ودعم الشعب السوري الثائر لكرامته ودينه ووطنه، وبناء عليه نقترح أن يصدر مجلس الأمة عدد من التوصيات. 1. اعتماد التوصيات الواردة في طلب النقاش المقدم سابقا. 2. إصدار بيان استنكار ضد الجرائم الإنسانية للنظام السوري ودعم الشعب السوري المنكوب يكلف بإصداره مكتب المجلس. 3. قيام حكومة الكويت بإرسال مساعدات طبية إنسانية ومالية عاجلة للمنكوبين والجرحى في الحدود السورية الأردنية والحدود السورية التركية، ودعوة عدد المصابين للعلاج في المستشفيات الكويتية. 4. انضمام دولة الكويت إلى الدعوات المنادية بحالة جرائم النظام البعثي السوري إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب. 5. قطع كافة العلاقات السياسية والتجارية والمواصلات ودعم الجيش الحر لنيل حقوقه. مقدمي الطلب محمد الدلال، جمعان الحربش، فلاح الصواق، عبد الله الطريجي، وليد الطبطبائي، عبد الله البرقش، محمد الخليفة، علي الدغباسي، بدر الداهوم، دكتور محمد الهطلاني، عمار العجمي، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، حمد المطر، عبد اللطيف العميري، مسلم البراك، خالد طاحوس. وجاء الموافقة التوصية الفائدة. خالد التوصيات. حضور 50، الموافقة 31، توصية التالية. خلصنا.
كل التوصيات المتعلقة في هذا الشأن انتهت. باجي عندنا 45 دقيقة وبعد أن نجتمع الشعبة، إذا رأي المجلس بأن نرفع الجلسة الآن حتى الساعة 12 لشعبة برلمانية. ترفع الجلسة، ترفع الجلسة. إمام دولة الكويت إلى الدعوات المنادية بحالة جرائم النظام البعثي السوري إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب. 5 قطع كافة العلاقات السياسية والتجارية والمواصلات ودعم الجيش الحر لنيل حقوقه. مقدمي الطلب محمد الدلال، جمعان الحربش، فلاح الصواق، عبد الله الطريجي، وليد طبطباي، عبد الله البرغش، محمد الخليفة، علي الدغباسي، بدر الداهوم، دكتور محمد الهطلاني، عمار العجمي، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، حمد المطر، عبد اللطيف العميري، مسلم البراك، خالد طاحوس. وجاء الموافقة، موافقة التوصية الفائدة. خالد. التوصيات. حضور 50، الموافقة 31. توصية التالية. كل التوصيات المتعلقة في هذا الشأن انتهت. باجي عندنا 45 دقيقة وبعد أن نجتمع الشعبة، إذا رأي المجلس بأن نرفع الجلسة الآن حتى الساعة 12 لشعبة برلمانية. ترفع الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح اجتماع السنوي الجمعية العمومية للشعب البرلمانية، وانتهز هذه الفرصة ايضا ليهنيكم، لهني جميع الاخوة الاعضاء بثقة الشعب الكويتي فيهم. ونبدأ الان جدول اعمالنا، والفقرة الاولى من جدول الاعمال انتخاب وكيل الشعب البرلمانية، فمن يرغب بترشيح نفسه ل منصب وكيل الشعب البرلماني رجاء يرفع يده. للمرشحين لمنصب وكيل الشعب: الأخ عمار العجمي، الأخ مرزوق الغانم. في أحد غيرهم؟ إذا ما في أحد ينادى الأسماء راح تتم عن طريق الأوراق. لا لا، عن طريق الأوراق. الحمد لله. استثناء، ما راح استعمل هذا استثناء لرئيس المجلس، أنا سأستعمل الأوراق. أحمد حاجي لاري، أحمد حمود الصباح، أحمد خالد الصباح، أحمد عبد اللطيف رجيب، دكتور أحمد مطيع العازمي، أسامة أحمد مناور.
بس الاخوة اللي صوتوا راح نلقي التصويت، راح نطبع الاوراق طباعة بدل ما كل واحد يكتب الاسم، راح نطبع الاوراق موجودة حاليا، تطبع الاوراق فيها الاسمين وتكون الاشارة عادية على الاسم واحد من الاسمين، فراح نلقي الاوراق هي. صوت لا نلقي بس ما تنكشفها، ما تنكشف الاوراق. ما تكشف الاوراق. هم كذي مسوون بس يكتب الاسم. لا خل تنطبع. تنطبع الاسمين يحط صح. في اخ احمد رزوق. هي مكتوبه بالشكل هذا ينحط الاسم. مقبول هالشكل. بس يحط الاسم. بس يحط الاسم. مشكله. بس المهم الاخ الرئيس انه ولا نائب يكون فوق. لا 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 ما عندي مشكله. هذا تاخذ هنا. لا لا ما عندي. مقبول هالشكل. سنصوت من جديد. سنبدأ التصويت من جديد بنفس الأوراق، الواحد يكتب بس الاسم. الإخوان موافقين ها؟ نبدأ من جديد، شال الأوراق اللي في الصناديق. شيل الأوراق اللي في الصناديق. قلنا خالية. شد. يعني أرجو أيضاً لا يكون أحد فوق، اللي فوق فقط اللي يدلي بصوته. فقط اللي يدلي بصوته، ولا بعد لا بصوته ما يوقف. احمد حاجي لاري، احمد حمود الصباح، احمد خالد الصباح، احمد عبد اللطيف رجيب، دكتور احمد مطيع العازمي، اسامه احمد مناور. لا بس داخل المربع. أسامة عيسى الشاهين، الصيفي مبارك الصيفي، أنس خالد الصالح، بدر زايد الداهوم، جمال أحمد شهاب، دكتور جمعان ظاهر الحربش. حسين علي القلاف، دكتور حمد محمد المطر، خالد سلطان بن عيسى، دكتور خالد شخير المطيري، خالد مشعان طاحوس، رياض أحمد العتساني. هني سالم ثيب لذينة، سعد علي الرشيدي، شايع عبد الرحمن الشايع، شعيب شباب المويزري، صالح أحمد عاشور، صباح خالد الصباح، صالح عاشور.
دكتور عادل جاسم الدمخي، دكتور عبد الحميد دشتي، عبد الرحمن فهد العنجري، عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، عبد الله حشر البرغش. سابق عدلنا يعني صادق في حبيبي يا لوال. دكتور عبد الله محمد الطريجي، دكتور عبيد محمد المطيري، عدنان ابراهيم المطوع، عدنان سيد عبد الصمد، علي سالم الدغباسي، دكتور علي سعد العبيدي. ابو سالم الدكتور علي صالح العمير، علي فهد الراشد، عمار محمد العجمي، دكتور فاضل صفر علي، فلاح مطلق الصواغ، فيصل سعود ويسان. فيصل صالح لحية، مبارك محمد الوعلان، محمد جاسم الصقر، الدكتور محمد حسن الكندري، محمد حسين الدلال، محمد خليفة الخليفة. ما صوت؟ عادي لأن موجزة. حياك. خلصون بس محمد سالم الجويهل، دكتور محمد سليمان الهطلاني، محمد عبد الله الصباح، محمد هايف المطيري، مرزوق علي الغانم، مسلم محمد البراك. محمود تصويت. الهطلاني طلع. الهطلاني لا ما في رقم.
مصطفى جاسم الشمالي، مناور ذياب العازمي، نايف عبد العزيز العجمي، دكتور نايف فلاح الحجرف، نبيل نوري الفضل، هاني عبد العزيز حسين. اي نعم. دكتور وليد مساعد طبطباي. صندوقنا في احد ما ادري بصوته، في اي احد من الاخوه الحاضرين ما ادري بصوته؟ احمد عبد العزيز السعدون. الأخ محمد الصقر الأخ محمد الصقر الفرز، والأخ الدكتور عادل الدمخي. كم بقى؟ كم الحين ادون منها.
حضور 60 والأوراق 60، نبدأ الآن بالتصويت بالإعلان النتيجة. أنا كلهم عندي يا عمار. إيرات النتيجة. روح توكل على الله. خلي يبدأ. افتح. يلا مفتوح. أنا مقسمهم ترى فوق وتحت. عمار العجمي. 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 مرزوق الغانم. 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 كم صاروا؟ 29 10 13 13 و6 عدد عدد 9 عدد 29. مرزوق الغانم. الغانم. العجمي. الغانم. الغانم. العجمي. الغانم. 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 العجمي. 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 الغانم. العجمي. الغانم. العجمي. العجمي. الغانم. 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 العجمي. 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 تعادل. تعادل. ابو عبد العزيز 30 30 30 30 تعادل. اسمي عادل وتعادل. الحضور 60، النتيجة 30-30. يعاد التصويت مرة أخرى. يعاد التصويت مرة أخرى. أحمد حاج جيلاري، أحمد حمود الصباح، أحمد خالد الصباح، أحمد عبد اللطيف رجيب، دكتور أحمد مطيع العازمي، أسامة أحمد المناور. أسامة عيسى الشاهين، الصيفي مبارك الصيفي، أنس خالد الصالح، بدر زايد الداهوم، جمال أحمد شهاب، دكتور جمعان ظاهر الحربش.
اي حسين علي القلاف، دكتور حمد محمد المطر، خالد سلطان بن عيسى، دكتور خالد شخير المطيري، خالد مشعان طاحوس، رياض أحمد العدساني، سالم مثيب لذينة. سعد علي الرشيدي، شايع عبد الرحمن الشايع، شعيب شباب المويزري، صالح أحمد عاشور، صباح خالد الصباح، دكتور عادل، جاسم الدمخي. نملان موني. خالد مشعان طاحوس. دكتور عبد الحميد عباس دشتي، عبد الرحمن فهد العنجري، عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم، عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، عبد الله حشر البرقش، دكتور عبد الله الطريجي. دكتور عبد الله الطريجي. الدكتور عبيد محمد المطيري، عدنان إبراهيم المطوع، عدنان سيد عبد الصمد، علي سالم الدغباسي، الدكتور علي سعد العبيدي، الدكتور علي صالح العمير. علي فهد الراشد، عمار محمد العجمي، دكتور فاضل صفر علي، فلاح مطلق الصواق، فيصل سعود دويسان، فيصل صالح لحية.
مبارك محمد الوعلان، محمد جاسم الصقر، دكتور محمد حسن الكندري، محمد حسين الدلال، محمد خليفة الخليفة، محمد سالم الجويهل. فوق فوق بخليفة بخليفة. دكتور محمد سليمان الهطلاني، محمد عبد الله الصباح، محمد هايف المطيري، مرزوق علي الغانم، مسلم محمد البراك، مصطفى جاسم الشمالي. مسلم محمد براك. مناور ذياب العازمي، نايف عبد العزيز العجمي، دكتور نايف فلاح الحجرف، نبيل نوري الفضل، هاني عبد العزيز حسين، دكتور وليد مساعد الطبطبائي. في أحد ما أدلى بصوته؟ أي من الأعضاء ما أدلى بصوته؟ ما في أحد. أحمد عبد العزيز السعدون. كطالعك. ايضا الدكتور عادل الدمخي مره ثانيه. طيب نفس الاثنين.
الحضور 59 والأوراق 59. نبدأ الآن عملية الفرز. تبدي عمار العجمي، مرزوق الغانم، الغانم مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، عمار العجمي، عمار العجمي، مرزوق الغانم، عمار العجمي، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، عمار العجمي، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، عمار العجمي، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، عمار العجمي، عمار العجمي، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، مرزوق الغانم. عمار العجمي، مرزوق الغانم، العجمي، الغانم، العجمي، الغانم، العجمي، الغانم، العجمي، العجمي، الغانم، العجمي، 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 الغانم، العجمي، 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 الغانم، العجمي، العجمي، الغانم، العجمي، 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 العجمي. نتيجة عمار العجمي 31، مرزوق الغانم 28، بالتالي الأخ عمار العجمي وكيل الشعب. تفضل أخ مرزوق الغانم. شكرا الأخ الرئيس، وأهني أخي وزميلي نائب عمار العجمي، وأشكر كل من انتخبني وكل من أشفق علي من تحمل هذه المسؤولية، وأقول للأخ عمار العجمي كل خبرتي السابقة في الشعبة هي تحت أمره، وأتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. شكرا. شكرا الأخ مرزوق الغانم. الأخ عمار العجمي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخوة على هذه الثقة، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ عمار العجمي. البند التالي انتخاب أمين السر، أمين سر الشعبة اللي يرغب في الترشيح. المرشح الوحيد لسجل لرفع ايده حتى الان دكتور عادل دمقي. في احد اخر؟ اذا ما في احد فالاخ عادل، الدكتور عادل دمقي امين السر بالتزكيه. تفضل اخ الدكتور عادل دمقي. اشكر المجلس والحكومه على يعني هذه الثقه، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله عز وجل. شكرا جميعا. شكرا لأخ الدكتور عادل دمكي. البند التالي انتخاب أمين الصندوق اللي يرقف في الترشيح لأمين الصندوق. مرشح لمنصب أمين الصندوق دكتور حمد المطر. في أحد رغب؟ الأخ عدنان المطوع. الأخ دكتور حمد المطر والأخ عدنان المطوع، في أحد غيرهم؟ في أحد غيرهم؟
في احد غيره؟ تفضل تفضل اخذ. تنازل حق زميلي حمد المطر ويستاهل. شكرا الاخ. شكرا الاخ عدنان طوع. الاخ عدنان طوع والاخ حمد المطر كلهم من دائره واحده. الاخ عدنان طوع يتنازل الاخ الدكتور حمد المطر، وبالتالي اذا ما في مرشح اخر اذا نعلن فوز الاخ الدكتور حمد المطر بالتزكيه. تفضل اخ الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر ابو يوسف النائب الدائره الثانيه صديقي وجزاه الله خير، وشكرا على التزكيه اخواني. وانا ترى في امانه صندوق صار لي تقريبا 12 سنه في النقابات الطلابيه امانه صندوق، فساستخدم هذه الخبره ان شاء الله. شكرا جميعا. شكرا لك الدكتور حمد المطر. الان البند التالي انتخاب 3 أعضاء للشعبه البرلمانيه، اللجنه التنفيذيه للشعبه البرلمانيه. المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية، وأرجو إذا في أحد رفع إيده ما تسجل رفع إيده مرة ثانية. شايع الشايع دكتور علي العمير، صالح عاشور، محمد الخليفة، فلاح الصواق، عدنان طوع. صاروا 6، أعيدهم مرة أخرى. شايع الشايع دكتور علي العمير، صالح عاشور، محمد الخليفة، فلاح الصواق، عدنان مطوع. في أحد غيرهم؟ إذا ما في إذا توزع الأوراق. وانتخاب 3. الانتخاب 3، كل واحد له حق أن ينتخب 3. أحمد حاجي لاري، أحمد حمود الصباح، أحمد خالد الصباح، أحمد عبد اللطيف رجيب، دكتور أحمد مطيع العازمي، أسامة أحمد المناور. أسامة عيسى الشاهين. يقول آلي ما يصير آلي. الصيفي مبارك الصيفي، أنس خالد الصالح، بدر زايد الداهوم، جمال أحمد شهاب، دكتور جمعان ظاهر الحربش، حسين علي القلاف.
دكتور حمد محمد المطر، خالد سلطان بن عيسى، الدكتور خالد شخير المطيري، خالد مشعان طاحوس، رياض احمد العدساني، سالم مثيب لذينه، خالد سلطان بن عيسى. هلا عند الرئيس. ابو محمد، ابو محمد راح تفرزون، انتوا راح تفرزون، انتوا الشعب البرلمانيه، انت وعادل. يبي الاسماء ابو وليد. انت اخر واحد ها؟ عدنان مطوع. سعد علي الرشيدي، شايع عبد الرحمن الشايع، شعيب شباب المويزري، صالح احمد عاشور، صباح خالد الصباح، دكتور عادل جاسم الدمخي. مشاركه بالفرس. لا لازم عمار وعادل. اه اي لانهم اي. الدكتور عبد الحميد عباس دشتي، عبد الرحمن فهد العنجري، عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم، عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الوهاب العميري، عبد الله حشر البرقش، دكتور عبد الله محمد الطريجي. سامي على الشاشات. لا مالت التصويت بغينا نكتب. لا لانه مو شغال، مو مرشحين، لانه مو شغال هناك. لا بس تبي صوره. عدنان ابراهيم المطوع، عدنان سيد عبد الصمد، علي سالم الدغباسي، دكتور علي سعد العبيدي، دكتور علي صالح العمير.
الاجتماع ترى مباشرة علي فهد الراشد عمار محمد العجمي دكتور فاضل صفر علي فلاح مطلق الصواغ فيصل سعود دويسان فيصل صالح ليحيى مبارك محمد الوعلان محمد جاسم الصقر دكتور محمد حسن الكندري محمد حسين الدلال محمد خليفة الخليفة محمد سالم الجويهل الدكتور محمد سليمان الهطلاني محمد عبد الله الصباح محمد هايف المطيري مرزوق علي الغانم مسلم محمد البراك مصطفى جاسم الشمالي مناور ذياب العازمي نايف عبد العزيز العجمي دكتور نايف فلاح الحجرف نبيل نوري الفضل هاني عبد العزيز حسين الدكتور وليد مساعد الطبطبائي
لا 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 الحين نبحثها في اللجنة في الاجتماع، ذكرني حطها عندي. في احد ما ادلى بصوته من الاخوه الاعضاء؟ هل في احد ما ادلى بصوته؟ الاخ الوزير الاخ هاني حسين. أحمد عبد العزيز السعدون. الأسماء. الأخ أحمد لاري، الأخ أحمد لاري، الأخ عمار، الأخ عمار العجمي، والأخ الدكتور حمدي واحد منكم. بس كافي. الأخ أحمد لاري أخي. الدنيا
اشتركوا بالتصويت 57، هاي الاوراق 57، نبدا الان عمليه الفلز. نقول الاسماء ثلاثه. فلاح الصواغ بالصجان شوي شوي عشان نقدر عشان نسجل ان شاء الله من اول ان شاء الله. فلاح الصواغ علي العمير صالح عاشور شايع الشايع محمد خليفه فلاح الصواغ علي العمير صالح عاشور عدنان المطوع محمد الخليفه فلاح الصواغ شايع الشايع فلاح الصواغ شايع الشايع علي العمير علي العمير صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير عدنان المطوع صالح عاشور فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة علي العمير عدنان المطوع شايع الشايع علي العمير صالح عاشور عدنان المطوع فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة علي العمير صالح عاشور عدنان المطوع صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير صالح عاشور محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع علي العمير فلاح الصواغ علي العمير صالح عاشور صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة شايع الشايع دكتور علي العمير عدنان المطوع صالح عاشور عدنان المطوع نعدهم بس الاسم لا شيء ما ينفع توقع فلاح الصواغ محمد الخليفة شايع الشايع محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة شايع الشايع علي العمير فلاح الصواغ فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع فلاح الصواغ محمد الخليفة محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ محمد الخليفة محمد الخليفة علي العمير صالح عاشور صالح عاشور فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ
محمد الخليفة شايع الشايع شايع الشايع علي العمير فلاح الصواغ فلاح الصواغ علي العمير شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير فلاح الصواغ علي العمير شايع الشايع شايع الشايع محمد الخليفة فلاح الصواغ فلاح الصواغ محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ محمد الخليفة شايع الشايع صالح عاشور عدنان المطوع علي العمير فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة علي العمير عدنان المطوع صالح عاشور محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع فلاح الصواغ محمد الخليفة شايع الشايع فلاح الصواغ شايع الشايع محمد الخليفة محمد الخليفة فلاح الصواغ شايع الشايع خلاص نتيجة التصويت لعضوية اللجنة التنفيذية فلاح الصواغ 40 صوت شايع الشايع 40 صوت محمد الخليفة 34 صوت هؤلاء الثلاثة هم الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية بعدين علي العمير 23 صالح عاشور 17 وعدنان المطوع 15 بس يا أخوان الآن هو لانتهاء اجتماع الجمعية العمومية للشعب البرلمانية وأرجو من الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية الحضور إلى مكتب المجلس الاجتماع الساعة 2:00